السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة. طبعا حلقة خاصة جدا إن شاء الله، معانا واحد من نجوم النادي الأهلي اللي انضموا في فترة الانتقالات الحالية، وهو أحد يعني المطالب الجماهيرية اللي الجمهور طالب بالتعاقد معاه، وأكيد هنتكلم معاه في كل ما يخص المرحلة القادمة، نادي الأهلي، المفاوضات، كل حاجة إن شاء الله. كل الجمهور كمان عندنا هاشتاج اسأل محمود وحيد، هناخد الأسئلة اللي حضراتكم هتبعتوها وهنجاوب عليها من خلال وجود النجم محمود وحيد. طبعا محمود وحيد أكيد الفترة اللي جاية هيكون عليه مسؤولية، عليه أمال وطموحات جمهور النادي الأهلي بيتمناها، بيتمنى وبيتوقع، بيتمنى أنه هو إن شاء الله يكون إضافة قوية للنادي الأهلي، بيتوقع أنه يتألق وينسجم في إن شاء الله أولى لقاءاته أيا كان إيه هي، ده هيكون بإيد وقرار للمدير الفني اللي إن شاء الله هيبدأ أولى تمريناته بكرة إن شاء الله. محمود وحيد اتمرن مع النادي الأهلي بقاله 3 أيام، وإن شاء الله بكرة هيكون موجود في أول تدريب مع مستر لاسارتي المدير الفني الأورجواني. مش هو بس، ده كمان هيبقى محمد محمود انضم اليوم في أولى تدريباته، أو هينضم مع النادي الأهلي في أولى تدريبات المدير الفني الجديد. لكن قبل ما أستقبل ضيفي وقبل ما نبدأ الحوار معاه ناخد بعض الأخبار السريعة، لكن قبل ما ناخد الأخبار هتكلم على مباراة الأهلي والداخلية في عدة نقاط علشان نكون اتكلمنا على المباراة واتكلمنا فيما يخص النتائج. دايما أنا بتكلم في الجزء الإيجابي، ما بحبش أتكلم في الأجزاء السلبية. الأجزاء السلبية أكيد الجهاز الفني ولعيبة هم قادرين على الخروج منها وقادرين على ان يبقى في انتقاد، بس انتقاد بناء وليس انتقاد هدام، ده اللي احنا متعودين عليه من جمهور النادي الاهلي ومن جهاز الفني للنادي الاهلي. طبيعي جدا وارد ان هو هيكون موجود اخطاء، وارد ان هو هيكون في سلبيات، لكن احنا دايما بنشوف لقاء اليوم النادي الاهلي ضيع كتير جدا، كورتين لناصر ماهر، واحد منهم لو كانت جت هدف كان هيبقى هدف عالمي. وليد أزارو سوء حظ كبير جدا مع النادي الأهلي الفترة الأخيرة. أنا مش بقول أعذار، ولا دايما بحب أن أنا أحط شماعة عليها سوء الحظ، لكن هو ده الواقع، هو ده اللي حصل. اللي حصل فرص بتضيع. فريق الداخلية مع كل الاحترام والتقدير عنده مدير فني محترم طبعا، عنده لعيبة كان عندها بعض الإصرار، بيلعبوا نادي كبير اسمه النادي الأهلي، فطبيعي هي دي مباراة الموسم، مباراة الموسم بالنسبة لفريق الداخلية، وبيموت نفسه، بيحاول يعرض نفسه، وزي ما احنا عارفين من زمان جدا أي مباراة لأي فريق ضد النادي الأهلي، مش بس الداخلية وغيره من الفرق اللي بتلعب النادي الأهلي، بيحب دايما إن هو يعني يبين الإمكانيات اللي موجودة عنده. لكن فريق الداخلية بكورتين كان فيهم يعني توفيق كبير جدا، خصوصا الهدف الثاني. الهدف ده كان فارق جدا في الوقت اللي النادي الأهلي كان ضاغط فيه، الوقت اللي النادي الأهلي كان بيدور على 3 نقط، حصل فيه بعض الدروب، لكن الحمد لله بإصرار وعزيمة النادي الأهلي زي ما احنا متعودين. النادي الأهلي لحد صفارة الحكم ما حدش يأمن لنتيجة المباراة، 2-1، 2-2، حتى لو كان 2-2 كان فيه، لو كان فيه 2-3 كمان بعد الهدف إن شاء الله، يعني كان ممكن إن شاء الله كان يجي هدف، لكن خلاص مباراة الداخلية انتهت. بكرة إن شاء الله هيكون مستر لاسارتي في أول تدريب ليه، كان موجود النهاردة في ميران المستبعدين، موجود في المباراة، راجل واضح من البداية إن هو عايز إن هو يحط إيده على كل الأمور، وواضح جدا إن هو شخصية عايز من الأول يوري اللعيبة الكلام ده. ده التدريب الصباحي للمستبعدين من النادي الأهلي اللي كان بقيادة الكابتن عادل مصطفى، وكان مستر لاسارتي بيتفرج على التدريبات، وبلغة الكورة أو لو أي حد لعب كورة وبيفهم في الكلام، في حاجات كده صغيرة بين السطور بناخد بالنا منها لما المدير الفني يجي أول يوم ليه، لسه ما استلمش المهمة رسمية، طبيعي أنه هو يروح المباراة يتفرج عليها من الملعب، لكن لا، مستر لاسارتي كان حريص أنه هو يكون موجود من ملعب مختار التتش بنادي الأهلي بالجزيرة علشان يقول لكل الناس أنا هلاعب اللي يستاهل، أنا هلاعب اللي هيتعب ويشقى في الملعب، أنا هلاعب اللي فعلا هيبذل مجهود علشان يكون موجود. أسماء كتيرة جدا
موجودة زي ما حضراتكم شايفين نجوم، صالح جمعة، جيرالدو، أحمد حمدي، بنتكلم على يعني لعيبة إن شاء الله يكون ليها يعني مستقبل واعد مع مستر لاسارتي، وكمان بداية من شهر يناير إن شاء الله يكون يعني بداية موفقة ليه، وكل الدعم كل الدعم للجهاز الفني للنادي الأهلي واللعيبة، مجلس إدارة وجمهور، كلنا في ظهركم إن شاء الله. نبدأ بأول خبر معانا، خبر حزين جدا وخبر مؤلم تفاجئنا به كلنا صباح اليوم، وهو وفاة الإعلامي المعلق الكبير الكابتن محمد السباعي. فبيتقدم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي بخالص العزاء لأسرة الفقيد، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويجعل مثواه الجنة والفردوس الأعلى من الجنة. كان توفاه المنية صباح اليوم في حادث أليم، حادث سير، لكن محمد السباعي واحد من أشطر الإعلاميين والمعلقين، واحد بمجهوده واجتهاده وصل لحب كبير جدا، بسم الله ما شاء الله، الحب اللي احنا شفناه النهاردة لمحمد السباعي ده يكفيه ويكفي أسرته، لكن مهما اتكلمنا وقلنا عليه مش عمرنا ما هنديله حقه، لكن هو سبقنا على الجنة، واحنا إن شاء الله في وقت قريب إن شاء الله هنكون كلنا مع محمد السباعي، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له. النادي الأهلي بيستعد البيراميدز دون راحة، بكرة النادي الأهلي إن شاء الله هيكمل تدريباته استعدادا للقاء يوم الجمعة القادم يوم 4 يناير، مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري، مباراة أكيد هتكون قوية جدا، لكن النادي الأهلي عنده هدف واضح جدا هو الثلاث نقاط، أكيد هتبقى مباراة قوية، هتبقى أول مباراة لمستر لاسارتي مع القيادة الفنية الجديدة للنادي الأهلي، لكن كلنا عندنا ثقة كبيرة جدا في زي ما أنا قلت في الجهاز الفني واللعيبة إن هم يقدروا يحققوا الثلاث نقط. مستر لاسارتي يقود غدا مران النادي الأهلي للمرة الأولى، الأرجواني مستر مارتن لاسارتي مدير فني الجديد للنادي الأهلي بكرة إن شاء الله يكون موجود في أولى تدريبات الفريق الساعة 4 إن شاء الله، التجمع الساعة 3 والتدريب الساعة 4. كان في اجتماع زي ما قلت لحضراتكم اليوم حصل ما بين مستر لاسارتي وكابتن سلام الحفيظ علشان يتفقوا على الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة، وزي ما حضراتكم شايفين احنا عرضنا عليكم التدريبات بدون مستر لاسارتي، حاليا مستر لاسارتي ده الجزء الخاص اللي كان موجود في التدريبات مع اثنين مساعدين، وزي ما قلت لحضراتكم واضح ان الراجل عايز يحط ايده على كل الامور من البداية علشان تكون الامور واضحة للكل. مستر لاسارتي يجتمع مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن محمد يوسف، اجتمع اليوم مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي جلسه هامه مع الكابتن سيد والكابتن محمد يوسف والجهاز المعاون بعد ما وصل القاهره، ذلك لبحث كافه الامور المتعلقه بالفريق خلال الفتره المقبله، وشهدت ايضا الجلسه الحديث عن برنامج الفريق خلال الفتره المقبله ومناقشه جميع الامور الفنيه الخاصه بالمرحله القادمه. ومستر لاسارتي زي ما قلت لحضراتكم بكره ان شاء الله يكون في اول تدريب رسمي للنادي الاهلي. الخبر اللي معانا خبر مهم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن رسميا الاهلي يعلن عن مخاطبه العين الاماراتي للتعاقد مع حسين الشحات. نادي الأهلي بالفعل بعت فاكس بيستفسر أو بيتواصل مع نادي العين الإماراتي علشان يتمم التعاقد مع حسين الشحات لاعب منتخب مصر ولاعب نادي العين الإماراتي. العرض مش مكتوب ماليا في كام، لكن كان في كلام كتير على مواقع التواصل الاجتماعي عن أرقام محدش يعرف إيه هي غير اتنين، مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة نادي العين الإماراتي، لكن أكيد أكيد حسين الشحات واحد من أفضل اللعيبة المصرية خلال الفترة الماضية والفترة الحالية، واحد من اللعيبة اللي تألقوا مع نادي العين بداية من الموسم الماضي والموسم الحالي في بطولة كأس العالم للأندية، لكن نتمنى إن شاء الله المفاوضات تمشي بشكل يسير، تمشي بشكل إن شاء الله في كل يعني كل حاجة إيجابية علشان يتمم انتقاله للنادي الأهلي. الخبر اللي موجود معانا خبر لجنة العضوية تواصل استقبال المشتركين الجدد، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العضوية بالنادي الأهلي الأستاذ إبراهيم الكفراوي كان عنده عدة مقابلات اليوم
وده بسبب المتقدمين للاشتراك في نادي الأهلي فرع التجمع الخامس. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان تم الإعلام عن المبلغ المعروض للعضوية، 200,000 جنيه للمؤهل العالي و 300,000 جنيه للمؤهل دون العالي. طبعا بيكونوا على مقدم، وبعد كده بيكون في أقساط بيتم تنسيقها ما بين نادي الأهلي والأعضاء المتقدمين. لكن أستاذ إبراهيم، كان في بعض المقابلات اللي كان بيقابلها النهارده علشان خاطر يتمم العضوية الخاصة بكل المتقدمين الجدد. طبعا فرع التجمع الخامس أكيد فرع إن شاء الله يكون مميز جدا، فعلشان كده هنروح مع تقرير مع الأستاذ إبراهيم الكفاية ونسمع منه وهنعرف إيه الجديد في فرع التجمع الخامس، ونرجع نكمل مع حضراتكم. بالنسبة لعضويات التجمع أو العضويات العامة حتى، عندنا ضغط كبير جدا. إحنا فتحنا اللجنة الأسبوع اللي فات، كانت أول لجنة، النهاردة تاني لجنة جايين لحد دلوقتي، أو الطلبات اللي موجودة أكتر من 1500 طلب متقدمين، لكن مش هنقدر نقابلهم كلهم. بنحاول نقابل الأكبر عدد ممكن، كل أسبوع بنقابل في حدود 100 واحد، وهنكثف بعد اجازات راس السنه ان شاء الله. هنكثف بحيث يبقى في اكتر من لجنه كل اسبوع، هنعمل في حدود 3-4 لجان ان شاء الله عشان نقدر نغطي العدد. النهارده قابلنا، كان المفروض مكتوب حوالي 100 عضويه للتجمع، قابلنا اعتقد في حدود 85-90 واحد، في 10 ما قدروش يجوا، ظروفهم منعت، فهيجوا في لجان قادمه. ده بالإضافة لـ50 طلب للعضوية العامة للنادي. أولا ده بيعكس مدى ثقة الناس في النادي الأهلي ومجلس إدارته، مدى ثقتهم في العملية الإنشائية، وإن في تطور، وهم شايفين النادي الأهلي إزاي. الحمد لله وما شاء الله، يعني النادي الأهلي النهاردة بيغطي المنطقة الجغرافية للقاهرة الكبرى كلها. عندنا في التجمع إن شاء الله خطتنا إن بنهاية 2019 يكون النادي مستعد لاستقبال الأعضاء بإذن الله، وبنسرع رتم البنى والإنشاءات إن شاء الله. بالنسبة للشيخ زايد، إحنا إن شاء الله خطتنا بإذن الله هنضيف من 20-25 فدان بإذن الله للمنطقة المأهولة أو المنطقة المبنية إن شاء الله، بحيث نقدر نتوسع في حجم النادي ومساحة النادي، بحيث نقدر نستقبل مزيد من العضويات. خلال 2018 إحنا استقبلنا 2000 عضوية للشيخ زايد، بالإضافة لأعضاء اللي معاهم عضوية عاملة عامة وبيروحوا بيستمتعوا بفرع الشيخ زايد. خطتنا خلال 2019 ان احنا نستقبل من 2000-3000 عضوية اضافية للشيخ زايد. بالنسبة للتجمع، احنا كنا عاملين حسابنا ان احنا ان شاء الله نستقبل 2000 عضوية خلال على مدى 2019، لكن من الواضح من الحجم الكبير والضغط الكبير اللي على الشيء على فرع التجمع اليومين دول، ومع بداية فتح الاشتراك، لا متوقعين ان الاعداد هتتزايد، وان احنا هنستهلك ال 5000 او 6000 عضوية اللي مسموح لنا بيهم من الجمعية العمومية بناء على قرارها خلال فترة وجيزة ان شاء الله. ولو ده حصل هنقفل العضوية، لان ده القانون، مش هنبقى مضطرين ان احنا نقفل العضوية عشان ننتظر الجمعية العمومية ان شاء الله السنة الجاية عشان ناخد موافقتها على فتح مزيد من الاماكن للاشتراكات. عشان كده انا يعني بقول اللي بيفكر يشترك في النادي الاهلي وخصوصا فرع التجمع يسرع وياخد قراره بسرعة، لان من الواضح ان الناس عندها ثقه كبيره قوي في الاشتراك في النادي الاهلي. احنا مدين فرصه اكتر من فرصه. اول حاجه ان الناس تقسط، ان الناس تدفع كاش طبعا، وده لو حد عنده امكانياته بتسمح، او ان الناس بتدفع 50% من الاشتراك والباقي على 4 سنوات، بيتحمل 10% رسوم اداريه عن كل سنه من اصل المبلغ المتبقي، عشان برضو في ناس وفي شباب صغير لسه حديث الزواج،
وكانوا طالبين ان يبقى في نوع من التسهيلات في المبلغ المبدئي اللي بيدفع، وقالوا لنا ان 50% ساعات بتبقى كتيره على الشباب او حديث الزواج. فاحنا النهارده في مفاوضات مع بعض البنوك، وبنرحب بكل البنوك العامله في مصر اذا حبت انها تدخل وتقسط العضويات. في بنوك متخصصة في المجال ده، في لحد النهاردة وأنا بكلم حضرتك 3-4 بنوك كلمونا، وعندنا لقاءات معاهم إن شاء الله بعد أجازات رأس السنة. عندنا شركة أو 2 متخصصين في المايكرو فاينانس أو في التمويل، بيمولوا حاجات للأفراد، التمويل الاستهلاكي، أبدوا برضو رغبتهم في إن هم يمولوا العضويات الجديدة. خطتنا إن شاء الله إن احنا نقدر نفتح النادي بنهاية 2019 بداية 2020، بحيث ما يبقاش فيه تأخير، ونسرع ونشجع الناس إنها تيجي وتشترك. الحمام السباحة لأن هو بطبيعته بياخد وقت أكتر وإنشاءاته بتبقى أصعب، إن شاء الله خلال 2020 هيكون مفتوح بإذن الله. يعني كلام سمعناه من الأستاذ إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس لجنة العضوية بالنادي، وكلام محترم جدا، وكلام بيدل فعلا أن أعضاء النادي الأهلي على أعلى مستوى من الفكر والتخطيط. دايما هم بيشتغلوا كمجموعة، فدايما لما كل فرد بيتم تكليفه بملف معين بيعمل أقصى حاجة ممكنة. سمعنا عن الكم الطلبات اللي تم تقديمه في الاشتراك العضوية النادي الأهلي فرع التجمع الخامس، بنتكلم في 1500 طلب في لسه أول أسبوع بيتفتح في باب العضوية. وبالتالي بسم الله ما شاء الله واضح أن فعلا الناس بشكل عام وأعضاء النادي الأهلي عندهم وعي كامل ودرايه كامله بالخطه الانشائيه اللي النادي الاهلي هينفذها خلال الفتره المقبله. ده مش رايي ولا ده كلامي، ده كلام الاعضاء او المتقدمين على طلب العضويه للنادي الاهلي. علشان كده هنروح ونسمعهم وهنشوف بقى هم بيقولوا ايه، وبعديه هنرجع علشان نستقبل نجم الاهلي الليله والوافد الجديد للنادي الاهلي الكابتن محمود وحيد، لكن بعد التقارير ونروح لفاصل ونرجع نستقبل محمود وحيد. حبيت اشترك في النادي الاهلي لكذا سبب. زي ما قلنا نادي ليه اسمه وبينتقل اعضاء بتوعه، وليه فرع التجمع بالذات؟ لان انا دلوقتي بقيت يعني ساكن في التجمع، فحابب اشترك في نادي يكون قريب من بيتي. يعني انا حاسس ان طبعا هيبقى افضل نادي وافضل فرع، المساحة الكبيرة، أكيد كل السلبيات اللي كانت في الفروع الأخرى هيحاول النادي هيتلافاها طبعا، وقربه من العاصمة الإدارية والتجمع المستوى هيبقى مختلف تماما. يعني نتمنى ذلك يعني ان شاء الله. يعني اول حاجه هو النادي الاهلي مش محتاجين نتكلم قد ايه هو نادي كبير وقد ايه هو نادي محترم، واي حد يتمنى ان يكون موجود في نادي الاهلي ويكون عضو فيه. كمان الفرع اللي في التجمع هنا ان شاء الله ساكن في التجمع، فهو حاجه مناسبه ليا جدا. يعني في نفس الوقت المساحه بتاعته كبيره جدا، بيقولوا 88 فدان، فده حتى مباشر ان يكون في حاجات كتير كويسه. والواحد اللي بيبقى مثلا رياضي او مهتم بالرياضه او مهتم ان يكون اهله موجودين في مكان كويس، يعني مش هيفكر في مكان غير النادي الاهلي. يعني انا شفت البلان حتى اللي موجود في لوحه الاعلانات موجود هنا عند حضراتكم. النادي كان بيتكلم ان فيها بقى حوالي 3 أو 4 بيسين، غير التراك، غير الملاعب الكوره والتراك بتاع العاب القوه، ده غير صاله الجمباز والمبنى الاجتماعي. فانا شايف ان شاء الله يبقى حاجه كويسه جدا. يعني بغض النظر عن ان انا مشترك في كذا نادي، بس طول الواحد عمره طموحه انه يشترك في النادي الاهلي. يعني احنا الاهلي عايش جوانا، فاول ما لقينا الفرصه واتفتح الاشتراكات في نادي التجمع، خاصه ان احنا في الاريا دي،
بس حبينا ان احنا نشترك، كنا من اوائل الناس يعني اللي ودينا ورقنا. متهيالي انه هيبقى على مساحه 50 فدان، متهيالي انه هيبقى من اكبر النوادي في مصر، غير ان اسم النادي الاهلي كفايه. اولا النادي الاهلي غني عن التعريف، كل المصريين بيحبوا النادي الاهلي، احنا كلنا اتولدنا واحنا بنحب النادي الاهلي، ولادي بيحبوا النادي الاهلي جدا، كل الاسره بتحب النادي الاهلي، بنتابع. الظروف ربما ما سمحتش من زمان ان احنا نشترك في نادي، اشتركنا في نوادي تانية، لكن لما لقينا ان في فرصة النادي الاهلي عمل في موقع حقيقي استراتيجي موفق في مكان ممتاز زي دوت، لقينا ان دي فرصة بصراحة صعب بتعوضها، يعني ان انت تلاقي نادي بهذا الحجم. وبعدين عندنا ثقة، انا بحب الكابتن بيبو يعني من العمر كله يعني، فقلنا ان شاء الله يكون في امل كبير ان انتوا تعملوا حاجة وتحققوا الاهداف، ونكون احنا جزء من الأسرة الجميلة اللي شرفت مصر في على مدار سنوات من عمري كله. انا 50 سنة بشجع النادي الاهلي وبحب النادي الاهلي بمنتهى الصراحة. انا ليا بيت هناك قريب، وربما هتبقى فرصة، هيبقى المكان اوسع والمكان اجمل ومعمول بنظام اداري محترم جدا، واحنا بنثق في الادارة اللي موجودة وعندنا ثقة ان ربنا ان شاء الله هيوفقهم بنيتهم الطيبة وهيحققوا الاهداف. ففرصة لا تعوض ان انا اكون جنب اعرق نادي في مصر، واكون ادي فرصة لاولادي والاحفادي ان هم يلتحقوا بالاسرة الجميلة ديت. احنا بنقدم طبعا فرع التجمع، فرع الجديد بتاع النادي الاهلي. حاجة بسيطة قوي ردا على سؤالك، ان مفيش نادي في مصر زي النادي الاهلي، يعني هو نادي القرن، نادي المبادئ، نادي القيم، كل حاجة متوفرة في النادي، بالداتا والخبرة القديمة اللي احنا نسمعها. احنا اعضاء في اندية تانية بس ما شفناش نفس اللي موجود في النادي الاهلي، بمبادئه، بقيمه، باخلاق اعضائه، باخلاق ادارته، وبانشاءاته. مؤسسة كبيرة عريقة، يتمنى لا يعني الانسان يتمنى، اي انسان في مصر بالتالي يتمنى انه ينضم للنادي الاهلي حتى لو كان غير بيشجع النادي الاهلي. حضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في حلقة خاصة جدا من الأهلي الليلة مع نجم نادي الأهلي المنضم حديثا إلى الفريق الأول، نجمنا وضيفنا محمود وحيد اللي هنرحب بيه الأول بعد ما شرفنا فيه الاستوديو. ازيك يا كابتن محمود؟ تمام الحمد لله. ربنا يبارك فيك. الحمد لله، شرفني منورني. ربنا يخليك. احب اشكرك طبعا على المقدمه الجميله دي، وان شاء الله تبقى حلقه مميزه يعني ان شاء الله. قبل ما ابدا معاك تعالوا نشوف مجهزين لك ايه وتقرير عنك، وبعديها نرجع نكمل مع نجمنا محمود وحيد. اهلا بحضراتكم من جديد، نبدا الحوار مع نجم الاهلي الليله محمود وحيد، الوفد الجديد للنادي الاهلي. طبعا في البداية ببارك لك على انضمامك للنادي الأهلي، وأكيد عايز أعرف منك شعورك بعد إتمام انتقالك للنادي الأهلي. والله هو شعور جميل جدا طبعا، والنادي الأهلي كان بالنسبة لي يعني حلم، والحمد لله اتحقق، وإن شاء الله بقى إضافة قوية جدا للنادي الأهلي، وأبقى عندي حسن ظن الجماهير يعني إن شاء الله. محمود عايز أعرف منك المفاوضات بدأت إزاي، ومراحل المفاوضات وإزاي انتهت؟ هي المفاوضات طبعا بدأت عن طريق الكابتن هاني سعيد والكابتن فضل، وكانوا على طول يعني في تواصل دايما مع بعض، وانا طبعا الكابتن هاني لو كان في اي جديد كان بيكلمني او بنتابع مع بعض يعني. وفي الاخر مضيتها انا طبعا ماضي من الاهلي من شهر 11، ما كانش في تردد ولا لحظه واحده اللي انا ولا فكرت المقابل المادي الاول، لا لا لا. حتى لو كان في عروض تانية فانا الاهلي بالنسبه لي هو رقم واحد، وانا عايز النادي الاهلي وعايز العب في النادي الاهلي بس. والمفاوضات خلصت عن طريق طبعا النادي وكابتن هاني سعيد واحمد يحيى واسلام ملاح والوكلاء يعني موجودين.
يعني كابتن هاني سعيد كان ليه دور كبير في انتقال محمود وحيد من نادي المقصر للنادي الاهلي. طبعا هو كابتن فضل. يعني طب شايف كابتن فضل لما كلمك قال لك ايه؟ كان ايه البدايه؟ هل قال لك هو قال لي انت حابب تلعب في النادي الاهلي؟ قلت له طبعا شرف لاي حد اللي هو يلعب في النادي الاهلي وعلى طول مضيت. يعني ما فكرتش لحظه اللي انا يعني انت الاول مضيت على عقود وبعد كده تم التفاوض او عن طريق النادي في الاول. طبعا عن طريق النادي لكن في الاول جاس ونبضك شيء يعني تلعب في الاهلي اللي انا مرحب او لا. بس طبعا اي لاعب في مصر يتمنى اللي هو يلعب في النادي الاهلي. هل محمود وحيد شايف انتقاله للنادي الاهلي في حاجه مختلفه؟ هل محمود كان بيلعب في الاسماعيلي، في مصرية اتصالات، في ام بي، في المقصه؟ النادي الاهلي مختلف في ايه عن الانديه اللي انت كنت موجود فيها؟ والله هو النادي الاهلي اقرب نادي لانديه اوروبا. يعني باللي انا شفته في النادي الاهلي يومين دول هو اقرب نادي فعلا لانديه اوروبا. يعني مثلا لو كان جالك عرض من نادي اخر بمقابل مادي اعلى والنادي الاهلي كان مقابل مادي اقل، كنت هو هتقار. كان في فعلا عروض والمقابل المادي كان اعلى، بس انا لكن اخترت الاهلي. انا حابب الاهلي. شايف ان محمود وحيد يعني الطموحات والاحلام اللي موجوده عنده سواء مع المنتخب الوطني او مع النادي الاهلي يفتحي بطولات، هو ده الطريق الصح اللي محمود وحيد اختاره؟ هو كل اللي انا بفكر فيه دلوقتي اللي انا اجتهد في التمرين او في اي ماتش انزله او في اي تمرين او ماتش ودي اللي انا ابذل اقصى حاجه عندي في التمرين وان شاء الله ابني للجماهير بشكل كويس وان شاء الله ابقى عندي حسن ظنهم. يعني هل لما انت كابتن فضل كلمك او تواصل معاك كان ايه رد فعلك تجاه بقى زمايلك اللعيبه؟ مين من لعيبه النادي الاهلي اللي معاك في المقصه اللي اخذت رايهم او بشكل عام اخذت رايهم قلت لهم انا جاي لي عرض من النادي الاهلي رايكم ايه او انتوا شايفين ايه؟ هو في يعني في كذا لعيب هو في النادي الاهلي حاليا، يعني مش هم كانوا قريبين مني جدا اللي هم موجودين يعني طبعًا. دلوقتي زمايلك اللي كانوا في المقصه طبعا يعني ميدو جابر بنتكلم على طبعا يعني احنا شفنا صوره ليك كانت في اول يوم هم اكيد طبعا يعني هم فرحانين جدا طبعا. يعني طبعا يعني وجودك في النادي الاهلي ده بيحط عليك مسؤوليه كبيره جدا. هي اكيد المسؤوليه صعبه الفتره الجايه والمسؤوليه كبيره جدا وان شاء الله ان شاء الله يعني هبقى اديها يعني ان شاء الله. شايف النادي الاهلي مركز الظهير الايسر او الباك ليفت، هل انت شايف الفتره الاخيره في النادي الاهلي مع الاصابات مع الاستعانه بايمن اشرف كباك ليفت او كمساك، شايف محمود وحيد ان شاء الله جاهز من بدايه اول يناير لما يتايد لاول مباراه لو تم الاستعانه بيه؟ ان شاء الله جاهز ان شاء الله ما فيش رهبه الدنيا تمام. لا ما فيش اي حاجه ان شاء الله الدنيا كلها هتبقى سهله. يعني انت عارف يا محمود لما احنا كتبنا ان انت موجود معانا الجمهور بيدعمك، الجمهور واقف في ظهرك، جمهور النادي الاهلي دايما بيحب اللعيب المخلص، بيحب اللعيب اللي عنده الروح القتاليه اللي بتبقى موجوده لما بيلبس التيشيرت الاحمر. هي اكيد دي نقطه طبعا مفرحاني جدا وان شاء الله ابقى عندي ثقتهم فيا وان شاء الله يعني اقدم بقيه الموسم كويس يعني. طيب هبدا معاك من الاول وهبدا معاك من انضمامك لنادي الاسماعيلي في ناشئين الاسماعيلي. ايه اللي حصل؟ هل محمود وحيد من ناشئين نادي الاسماعيلي ولا محمود وحيد كان نادي الاسماعيلي اشتراه من ناشئين قبل مرحله نادي الاسماعيلي؟ لا هو انا اصلا من ناشئين الاسماعيلي وانا اول ما مين اخذك؟ والدي. والدك كان معايا ساعتها اخويا الكبير محمد بس ما حصلش نصيب وانا اللي كملت يعني. هو اكبر مني بسنتين واللي اكتشفني طبعا الكابتن سونا وكابتن رضا صديق ومن ساعتها يعني قضيت حوالي سبع سنين في نادي الاسماعيلي. بعديها لعبت مع الفريق الاول كان عصر ذهبي لنادي الاسماعيلي في نجوم يعني احمد سمير فرج ناحيه الشمال، حسني عبد الرب، محمد حمص، عبد الله الشحات، عبد الله السعيد، كانوا نجوم كتيره جدا في الاسماعيلي. استفدت ازاي؟ طبعا وازاي استفدت نفسك؟ واللي استقبلني طبعا الكابتن حسني عبد ربه هو اللي دخلني اوضه اللبس ساعتها ويعني كلهم كانوا ساعتها مرحبين بيا ومبسوطين بيا ساعتها ويعني كان الواحد كان بيلعب منتخبات كتير ساعتها مع الكابتن محمد عمر والكابتن ربيع ياسين ولعبت مع الكابتن هاني رمزي منتخب الاولمبي مع السوليه وسعد طبعا بس فلعبت معاهم ماتشات وديه ودخلت ماتشات رسميه لعبت في الدوري كنت ساعتها اصغر لاعب في الدوري 16 سنه ولعبت مع نادي الاسماعيلي وشاركت واديت بشكل رائع جدا لكن ما طولتش في الاسماعيلي انتقلت بعديها الانبي
ايه بقى هو لا هو في حصل قصه كده بعد ما مشيت من الاسماعيلي طلعت الدوري الالماني انا في فولسبورغ الالماني بس ما حصلش نصيب يعني كان حق الرعايه مبلغ كبير ساعتها كان 2 مليون وفضلت ان انت ترجع لمصر ونادي انبي هو اللي اشتراك ساعتها بقى كان في تصفيات افريقيا مع كابتن ربيع ياسين وطبعا جبت الجون الثاني في ماتش انجولا ده اللي هو هنا في القاهره كان سبب في صعود المنتخب وكان في ساعتها في شهر 11 قبل البطوله شهر 11 ده كان في ماتشين وديين مع منتخب ليبيا ساعتها تمام. حصل لي اصابه كده وبعدتني عن البطوله يعني بس الحمد لله رجعت اهلت تاني وكابتن ربيع طبعا ليه فضل كبير ان انا ارجع تاني العب وقف معايا فتره طويله جدا بعد الاصابه كان الاصابه بتاعت الانكل دي اكيد حاضر يعني القصه طبعا طبعا بس ورجعت لعبت كاس عالم تاني مع كابتن ربيع والدنيا مشيت تاني يعني. لكن فتره نادي امبي ما كانتش فتره جيده كان فيها اصابات لا هي كانت يعني انا اول ما رحت كان بعدها بشهرين جالي الاصابه دي مع المنتخب لكن عجبني تفكيرك ان انت تخرج من نادي امبي حتى لو على سبيل العرض رحت تروح فريق تليفونات بني سويف علشان تحاول تلعب وتشترك وبالتالي ترجع تاني حسيت ساعتها سبت نص عقدي مع امبي وكنت بلعب ب 1000 جنيه في الشهر يعني كنت بتاخد 1000 جنيه في الشهر مقابل انك تلعب وتستعيد مستواك بالظبط علشان تكون موجود مع المنتخب لازم تضحي بحاجه عشان تستفيد اهم حاجه اللعب يعني طيب هل انت شايف ان ربنا عوضك خير بفتره الاصابه بان انت ما لعبتش امم افريقيه مع الجيل الخاص ب 93 صالح جمعه كهربا وتريزيجيه بان ربنا عوضك هو مش عوضنا انتقالك للنادي الاهلي او مصر للمقصه اولا ثم هو عوضنا انا طبعا بس هو عوض اهلي وعوض تعب والدي معايا ووالدتي وعلى طول واقفين معايا يعني وقت ما بقع بلاقيهم هم السند ليا يعني فالحمد لله بحمد ربنا ان شاء الله واقدر اسعدهم دايما واقدر افرحهم وربنا يخليهم ليا يا رب طبعا اكيد طبعا الابهات والامهات اكيد ليهم دور كبير جدا في تربيه الابن او كمان في موضوع الكوره تعبوا كتير هم تعبوا جدا وكلنا عارفين هم تعبوا جامد يعني ربهم يخليهم ليه يعني بس طب دلوقتي البيت عندك اهلاوي ولا عندك لا اهلاوي انت ضياء في الاهلي انت عندك انتوا اربع اخوات ولاد محمد بيلعب في المريخ البورسعيدي مواليد 92 بيلعب في نص الملعب وانت محمود وحيد بتلعب باك ليفت وضياء وحيد بيلعب في نادي الاهلي فريق مواليد 2000 وعندك عامر ده اخر العنقود انت بس انتوا عندكم اتنين شول واتنين بيلعبوا رجليهم اليمين طب ضياء شايف ان هو ممكن يكمل ان شاء الله المسيره كويس كويس جدا لعيب كويس جدا بيلعب من صغره في النادي الاهلي مين اول نادي يروح هو نادي الاهلي والدي برضه طب بص الجون اللي ضياء جابه ده ايه رايك فيه بيفكرني نفسي وانا صغير يعني انت شايف ضياء هيكمل ان شاء الله المسيره وخامه مبشره طبعا ربنا يكرمه ان شاء الله ضياء بيلعب زيك باك ليفت وهاف ليفت ولا بيلعب بس ممكن مركز لا واحد لا بيلعب في كذا مركز بيفكرك بيك طب مين احرف انت ولا هو ضياء ضياء احرف منك طب ايه اللي انت شايف طب ايه اللي انت شايفه ممكن تقوله لضياء دلوقتي هو بيتفرج علينا وبيسمعنا هو ممكن يشتغل عليه في او ايه سلبياتها طورت تبقى ايجابيات والله انا عايزه يهتم بنفسه ويهتم بتمرينه اهم حاجه واهم حاجه يجتهد يعني الاجتهاد ده ان شاء الله ربنا يعوضه خير لكن غير كده هو ماشي كويس لا هو ضياء ماشي كويس طبعا هل ضياء بيتصعد مع الفرقه الاكبر بيلعب مع 99 طبعا دي حاجه اكيد يعني كان كتير من جمهور النادي الاهلي اللي كان بيتابع حلقه اليوم سال هل انت فعلا اخوك بيلعب في الاهلي ولا كان تشابه اسماء لكن انت اكدت دلوقتي ان فعلا وحيد ان عندك ضياء وحيد موجود في النادي الاهلي في مواليد 2000 وبيلعب كمان مع فريق 99 طيب عايز اعرف مرحله نادي مصر للمقصه وانتقالك ليها ايه اللي حصل انتقلت ازاي ومين كان السبب في ان هو يتعاقد معاك وزي ما احنا سمعنا في التقرير ان كابتن ايهاب جلال كان ليه دور كبير جدا معاك في المرحله اللي كنت موجود فيها نادي مصر المقصه بص يا فتره التليفونات اول ما رحت اعاره من انبي يعني كان الكابتن ايهاب جالنا بعد ماتشين من الدوري هو عرفني طبعا من ايام الاسماعيلي وقعد معايا يعني وكلمني ولعبت معاه الماتشات كلها يعني معظمها لعبت لدرجه كان في عندي امتحان في المنصوره وكان في ماتش الزمالك انت اصلا من المنصوره من قريه اسمها ميت النحال يعني. تمام
كان عندي ماتش زمالك يعني، كان في تمرين زي النهارده كده بالليل، وتاني يوم ماتش الزمالك وانا عندي امتحان الصبح. فقال لي سافر وتعالى العب الماتش. كان بيثق فيك ثقه كبيره جدا على ان انت تروح الامتحان وترجع تلعب اساسي. طبعا. بس فجيت في اخر ماتش في الدوري اللي هو كان مجموعتين ده، جالي رباط صليبي، اصابه فوق الاصابه بتاعت الانكل. بعدها بشويه ما بقى فقت رجعت تاني. فتأهلت طبعا مع كابتن مصطفى عبده، تأهلت مع الست شهور دول، وبعد كده رجعت على المقصة في شهر 12. هو طلبني طبعا، كان كابتن تامر النحاس ساعتها معايا يعني، هو اللي طلبني كابتن إيهاب، ورحت اتمرنت أنا من شهر 12 ده لأول واحد. وبعد كده بدأت أنا بقى مع المقصة على طول يعني. أول ما رحت لعبت، ما كان في توقف ساعتها دوري، كان في ماتشات وديه وتمرين، وكان عامل معسكر يعني الكابتن ايهاب، ودخلت مع الفرقه يعني، واول ماتش في الدوري لعبته على طول. محمود، يمكن انت حصل لك اصابتين صعبين جدا، واحده كسر في الانكل، وواحده ثانيه رباط صليبي، بس ما بينهم فقدت امم افريقيا ان انت تكون موجود مع منتخب الشباب، لكن لعبت بطوله كاس العالم. الاراده والعزيمه اللي عندك دي، انت شايف ازاي يعني بسم الله ما شاء الله بعد اللي حصل لك ان انت ترجع اقوى من الاول، كمان باجتهادك ومجهودك تروح النادي الاهلي؟ هو اللي ورا كل ده زي ما قلت لك، والدي ووالدتي واقفين معايا في كل حاجه، وقت ما بعب الاقيهم ورايا في كل حاجه يعني. فطبعا دي بتديني قوه ثانيه بتبقى عندي زياده، فبحمد ربنا اللي انا وصلت له يعني، ودايما ان شاء الله اقدر افرحهم، بس هو ده اللي انا عايزه من الدنيا يعني. طبعا يعني اول يوم ليك في النادي الاهلي كان اكيد بقى شعور جديد، اكيد في انبساط اول يوم ليك رايح النادي الاهلي، زمالك رحبوا بيك، وجودك مع الكابتن سيد، مع الكابتن محمد يوسف. عايز اعرف كواليس زياره اول يوم ليك في النادي الاهلي. مفيش والله، وانا طبعا هم كلهم رحبوا بيا في اليوم ده، والكابتن سيد رحب بيا، والكابتن محمد يوسف، وطبعا الكابتن محمد يوسف قعد معايا جلسه كده في الملعب في الصوره انت شفتها دي. فبس هو قعد يرحب بيا وقال لي انا اعرفك يعني من ايام الكابتن ربيع ياسين، كنت انت ساعتها في الاسماعيلي، كان في ماتشات وديه بتتلعب في استاد القاهره. قلت له فكابتن محمد يوسف يعني متابع من زمان. طب وزمايلك مين اكتر واحد رحب بيك، او مين اكتر مجموعه رحبت بيك؟ والله كلهم زي ما قلت لك، انا لعبت مع يعني مع معظم اللي موجودين في الاهلي، لعبت معهم اذا كان في منتخبات او في انديه اخرى يعني. بس فكلهم يعني لعيبه محترمه جدا، وعلى سلوك عالي جدا طبعا، واخلاق عاليه. فان شاء الله الواحد يبقى اضافه ليهم ان شاء الله في الفتره الجايه. عايز اسالك على شقين، شق خاص بالنادي الاهلي والجبهه اليسرى. هل انت شايف ان النادي الاهلي ان شاء الله بوجود محمود وحيد مشاكل الجبهه اليسرى هتتحل؟ وهل محمود وحيد حاطط عينه على الناحيه الشمال لمنتخب مصر؟ والله طبعا انت اي لاعب في مصر يتمنى اللي هو يلعب لمنتخب بلده، وان شاء الله حته الليفت في الاهلي دي ان شاء الله هتبقى منتهيه يعني، اذا كان هلعب بخير وعد ان شاء الله خلاص مش عندنا مشاكل تاني. لا لا، اذا الكابتن علي معلول طبعا لاعب كبير ولاعب مؤثر جدا في فرقه النادي الاهلي، فاذا كان انا هشارك او هو هيشارك او اي حد هيشارك ان شاء الله يبقى على قد المسؤوليه. شايف محمود وحيد وفرص وجوده كأساسي في النادي الأهلي، هل الأمر يعني يقلق محمود وحيد، ولا محمود وحيد عارف ان هو بيتمرن كويس، وطول ما هو بيتمرن كويس هو جاهز لأي فرصة يكون مشارك أساسي في النادي الأهلي؟ والله وقت ما النادي الأهلي يحتاجنا يلاقيني ان شاء الله. وقت ما يحتاجنا يلاقيني، اذا كان العب باك ليفت العب في اي مكان هيلاقيني ان شاء الله. طب مين اقرب اللعيبه اللي كانت قريبه منك في نادي مصر المقاصه؟ هو كلهم والله، كلهم قريبين جدا مني، اذا كان هشام ولا بركات ولا ميدو ولا الشيخ، كلهم قريبين مني جدا يعني. طب في المقصه بقى، في الفريق نفسه، هو الكابتن هاني سعيد. طب واحمد عادل؟ هو طبعا دول يعني حبيبي. طيب ازيك يا احمد؟ ازيك يا عمر، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ احب امسي كده على محمود وحيد حبيبي يعني. حبيبي يا كابتن احمد. لا طبعا، احمد عادل واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين، واحد من افضل الحراس المرمى الموجودين في الدوري المصري هذا الموسم. تقول ايه بقى كده لمحمود عادل وهو لسه منتقل للنادي الاهلي؟ انت واحد من الحرس القديم، واحد من ناشئين النادي الاهلي، لكن ايه النصيحه اللي تنصحه بيها في اول اسبوع لانضمامه في النادي الاهلي؟ والله يا عمر يعني انت معاك شخصيه بجد، شخصيه محترمه جدا محمود وحيد،
وانت عارف دايما النادي الاهلي لما بيجي بيتعاقد مع حد بيبص دايما على الشخصيه طبعا الفنيات مظبوط يعني. ففعلا محمود يعني يستحق ان هو يكون موجود في كيان النادي الاهلي، وهو اصلا راجل اهلاوي من زمان يعني، حتى لما قدمت معسكرات وكده هو اهلاوي قوي يعني. فانا اتمنى له التوفيق بجد ان شاء الله الفتره الجايه، وهو لعيب كبير وان شاء الله تاقلم على طول يعني. وهو داخل، هو اكيد عارف ان هو داخل على منافسه النادي الاهلي غير اي حد، هتلاقي في مركزه في 2 3 طبعا بيبقوا نجوم، وهو جاي نجم ان شاء الله باذن الله يتاقلم كده مع الفريق، ولما الاهلي يحتاجه يكون قد المسؤوليه باذن الله ان شاء الله. شايف عادل ان منتخب مصر هل ممكن محمود وحيد ان شاء الله الفتره اللي جايه يكون هو الباك ليفت اللي يحل مشاكل منتخب مصر في الناحيه الشمال؟ اه اكيد طبعا عمر، لان انت شايف يعني مصر المواهب قلت قوي. تمام مظبوط. عامه في مصر يعني، فمحمود من المواهب القليله اللي موجوده بجد اللي تعجبك وتحب تتفرج عليها. فانا بشوف ان محمود لو لعب بشكل اساسي في الاهلي ان شاء الله اكيد يبقى ليه دور كبير مع المنتخب باذن الله. حبيبي دول يعني اكيد محمود بيتكلم عليك بشكل كويس جدا حتى قبل الهوا، وقال احمد عادل اكيد من اللعيبه القريبه منه، كمان من اللعيبه اللي نصحته ان هو لابد ان يختار النادي الاهلي يعني بغض النظر عن ايه العروض اللي متقدمه له. لكن يعني انت خير دليل على ابناء النادي الاهلي المحترمين الاصال، جمهور النادي الاهلي كله بيقدرك وبيحبك يا احمد، فكل التوفيق ليك في الفتره اللي جايه ان شاء الله. حبيبي عمر، وبجد انت من الاعلاميين الشطار قوي، ربنا يخليك ما شاء الله. لما تتفرج كل ما تتفرج عليه كيف بيتطور بسرعه، دي شهاده اعتز بيها طبعا. لا طبعا بجد والله يعني الواحد بيستمتع بيتفرج عليك، وبستنى حلقتك عشان اقعد اتفرج عليك بجد. فاتمنى لك التوفيق الفتره الجايه، واتمنى لوحيد التوفيق. بس اهم حاجه بقى ما ينساش بقى اصحابه بقى اللي في المقاطع. اتكلم. ما اقدرش ادول اتكلم. طيب عادل، عايز اسالك قبل ما اقفل معاك على منتخب مصر وفرص وجودك في منتخب مصر بعد ما تالقت في الفتره الاخيره، شايفها ازاي؟ والله يا عمر انا يعني انا قررت امشي من الاهلي عشان العب بشكل اساسي. تمام. كليه دور منتخب مصر. فالفتره اللي فاتت كل مرحله بيبقى ليها متطلبات، انا الفتره اللي فاتت ما كانش دور ان انا اكون موجود، بس انا شايف باداء اللي انا بقديه مش من السنه دي بس من السنه اللي فاتت، من اول لما انتقلت لمصر المقاصه وعامل اكتر من 9 كلين شيت من 12، فده رقم كبير جدا، ودخل فيا 4 اجوان السنه اللي فاتت من 12 ماتش، والسنه دي الحمد لله بادي بشكل يعني كل الناس الحمد لله اثنت على ادائي. فانا اتمنى ان يكون ليا دور الفتره الجايه في منتخب مصر، وده اللي انا بطمع فيه ان شاء الله. ولسه عندي ماتشات جايه لحد شهر 3، فان شاء الله اثبت ان انا جدير ان شاء الله اكون موجود باذن الله. انت يا احمد جدير بالانضمام الى المنتخب، ادائك هو اللي بيتكلم عنك، وانت كمان الحارس لامين يعني دايما في كل مباراه بتؤدي افضل حاجه عندك، وده اللي احنا بنشوفه وبنتابعه، ودايما هتكون موفق ودايما كلنا وراك وفي ظهرك وبندعمك، وان شاء الله يكون ليك نصيب في رجوع او تبقى موجود في الفتره اللي جايه في المنتخب انت ومحمود وحيد معاك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله عمر، وشهاده اعتز بيها والله من قبل ما يكون بقى يعني زميل في الاخ يعني اخ طبعا بلعب وانا صغير يعني في التشكيل. طبعا طبعا دي فعلا انت من الناس اللي انا بعتز بيها يعني. ربنا يخليك يا احمد، ودايما نشوفك على خير وشرفنا ونورتني، ان شاء الله كل التوفيق ليك في الفتره اللي جايه يا ابو حميد. حبيبي عمر يعني اكيد احمد عادل من اللعيبه اللي كان ليها دور في النادي الاهلي في الفتره الماضيه، لعب ناشئين النادي الاهلي، لعب فريق اول، لكن يعني هو احد الاصدقاء المقربين، وكمان ادالك نصيحه غاليه جدا جدا. لكن عايز اروح معاك للمنتخب ومشكله منتخب مصر في الناحيه الشمال. انت شايف منتخب مصر هل فعلا بيواجه ازمه في الباك ليفت؟ بما ان احمد قال المواهب قلت، فدي بتفتح لك باب وفرصه كبيره في الانتقال للمنتخب الفتره اللي جايه بعد ما تشارك مع النادي الاهلي؟ والله كل اللي انا بفكر فيه اللي انا اشارك الاول مع النادي الاهلي، وان شاء الله ابقى ليا دور مع المنتخب، واتمنى يعني اتمنى ده، واي لاعب في مصر نفسه يلعب في منتخب بلده، وان شاء الله يبقى ليا دور معاهم يعني ان شاء الله. منتخب مصر دايما مميز بأي يعني على مر التاريخ دايما بيكون الباك ليفت في الاغلب هو واحد من النادي الاهلي. فهل انت شايف ان دي حاجه كويسه
يعني فعل خير ان شاء الله لمحمود وحيد ان شاء الله انه ممكن يكون موجود ويشارك في امم افريقيا الفتره اللي جايه. والله ده حلمي بالنسبه لي طبعا ان انا العب مع منتخب مصر وان شاء الله اشارك في امم افريقيا وان شاء الله يبقى لي دور يعني كبير معهم ان شاء الله بعد ان شاء الله ما اشارك مع الاهلي. طيب النادي الاهلي بقى زي ما احنا اتكلمنا قلنا اول يوم زياره ليه كان في كلام مع كابتن يوسف كان في كلام مع كابتن سيد حتى اللعيبه اللي استقبلوك كلهم كانوا زمايلك لكن بكره ان شاء الله اول يوم تدريب ليك مع مستر لاسارتي. هل شايف التعاقد مع مستر لاسارتي ازاي كان موجود النهارده في مران المستبعدين وانت شفته هل كان في كلام هل كان في اي محادثات ما بينك وبينه ولا كان مجرد ان هو بيتفرج فقط هو كان بيتفرج فقط بس. طب انت شايف الفتره اللي جايه بقى هل دي فرصه جيده ليك ان انت تتمرن مع مدير فني لسه جاي وبالتالي هيعطي كل اللعيبه فرص؟ اكيد طبعا هي مش فرصه لي انا لوحدي هي فرصه لكل اللي عايز يثبت نفسه واللي عايز يلعب في النادي الاهلي فاكيد كل واحد هيجتهد على قد ما يقدر في التمرين وان شاء الله يبقى لي نصيب يعني ان انا اشارك. لو محمود وحيد ما لعبش في باك ليفت ايه المراكز اللي ممكن يلعب فيها محمود وحيد؟ انا بجيت في كذا مركز يعني اي هاف ليفت مثلا ديفندر ثالث اي حاجه ما فيش مشكله يعني اي حاجه ممكن لو مدير الفني احتاج فيها محمود وحيد ما يتاخرش يبقى لا طبعا انا لعبت في كذا مركز السنه دي يعني مش بدايتك كانت باك ليفت يا محمود ولا انت بدات في مركز غير الباك ليفت لا وبعد كده حد وظفك مع الناشئين لا كنت بلعب هاف رايت مع كابتن محمد عمر في المنتخب 94 مع انك انت اشول انا كنت بلعب هاف رايت وكهرباء هاف ليفت كنت بتضم لجوه وتشوط طيب مين بقى اللي غير مركزك من هاف رايت لباك ليفت والله لما طلعت انا بقى فريق اول مع الاسماعيلي كان ايامها كابتن محمود جابر وكابتن عماد سليمان لعبت مع ده ولعبت مع ده بس انت حظك ان انت لعبت مع نجوم في نادي الاسماعيلي نجوم تقيله وليها وزنها وليها اسمها فانت محظوظ ان انت تكون موجود مع نجوم بالحجم ده اللي كانوا موجودين في نادي الاسماعيلي اكيد طبعا ده شرف ليا ان انا لعبت مع النجوم دي كلها وكابتن حمص طبعا وكابتن محمد محسن ابو جريشه وكابتن حسن عبد الرب كانت فرقه تقيله فعلا عايز اسالك على المنافسه في النادي الاهلي ناحيه الشمال عندنا علي معلول وعندنا ايمن اشرف شايف المنافسه ازاي معاه بص هي المنافسه صعبه طبعا ومسؤوليه اكبر على اي حد فينا اللي يشارك المفروض اللي هو يبقى على قد المسؤوليه واللي هو يبذل اقصى حاجه عنده عشان يسعد بس جماهير النادي الاهلي يعني لكن طبعا منافسه تكون شريفه منافسه فيها حب اكيد طبعا شريفه طبعا احنا كلنا اخوات يعني طبعا طبعا ودايما ده اللي بيميز ابناء النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ان كلهم في الاخر بيتعبوا لصالح الكيان وصالح النادي الاهلي لا كلهم طبعا الاحترام المتبادل ما بيننا كلنا اللعيبه كلها بتحب بعض ما فيش اي مشاكل خالص طيب عايز اسالك بقى على قبل ما تيجي النادي الاهلي احمد عادل قال انك اهلاوي ودايما بتحب تشوف ماتشات الاهلي شايف وتقييمك للنادي الاهلي في الفتره الاخيره وعايز اسالك على بشكل عام افريقيا الدوري شايف فرص الاهلي الفتره اللي جايه عامله ازاي والله الاهلي دي كبوه ان شاء الله وهتعدي يعني ان شاء الله الفتره دي فتره صعبه على كل الاهلاويه مش كجماهير كاداره كلاعيبه كلها فتره صعبه ان شاء الله وهتعدي يعني هل ان جمهور النادي الاهلي دايما بيحب يبقى رقم واحد هل ده بيحط ضغط على محمود وحيد ولا بيحفز محمود وحيد والله انا باخدها تحفيز ليا مش ضغط عليا لا انا بفرح لما الجمهور بيتكلم عليا كويس او الجمهور طالبني او بيقول لي كلمه كويسه او بسمع كلمه كويسه من حد اكيد تحفيز مش ضغط الفتره الاخيره بعد الاهلي ما خسر اللقب الثاني على التوالي في افريقيا النهائي الثاني بطوله الدوري الاهلي انت عارف ان هو دايما لازم يبقى مركز اول في اي بطوله الاهلي يبقى فيها مركز هو النادي معروف بنادي البطولات يعني النادي الاهلي نادي بطولات فهو معود الجماهير على كده ما ينفعش ما ياخدش بطولات طيب ايه اللي انت ممكن تقوله للجمهور في اول حلقه موجود فيها معانا بعد انتقالك للنادي الاهلي والله انا بشكرهم على كلامهم الحلو اللي انا بسمعهم منهم دول وان شاء الله كل اللي انا اقدر اعمله في الملعب او من جهد او من لعب او من اي حاجه ان شاء الله اكون عند الثقه بتاعتهم طيب تعال نروح ونشوف تقرير مع الجمهور ونرجع تاني نكمل حلقه الاهلي ليله مع نجمنا محمود وحيد ممتاز ومجتهد وان شاء الله هيبقى اضافه للباك ليفت بتاع الاهلي لان المركز ده بالذات يعني في دلوقتي الاهلي محتاج فيه لعيب يكون بكفاءه الناس اللي كانوا بيشغلوه يعني فانا شايف ان اختيار مجلس الاداره النادي الاهلي للاعب ده بالذات يعني اختيار موفق
واتمنى ان شاء الله ان هو يكون يعني على قد المسؤوليه لفانيله النادي الاهلي. والله على اللي شفناه في الماتشات بتاعته في النادي السابق، ففي الحقيقه شايفين انه في موهبه وفي كده، ونتمنى انه يكون اضافه للفريق، خصوصا في الوقت اللي فيه الاصابات دي وفي اللي فيه عشان نلحق نتدارك الدوري وبطوله افريقيا اللي هي هدفنا الاساسي اكيد. يعني مش هنقول الدوري اقل، لكن الزم بيقولوا العروسه اللي غايبه عن الملك بقى لها سنتين دي نتمنى بقى انها ترجع لبيتها تاني. لعيب كويس، وخصوصا ان ما فيش في خط الوسط دلوقتي معلول بقى له سنتين، وايمن اشرف يعني شويه لما كان بيلعب في كاليبرو كان انا شايف ان هو اداؤه احسن من انما موجود محمود وحيد. ان شاء الله هيأدي اداء كويس مع النادي الاهلي، وهي وان شاء الله الدوري مش هيخرج من النادي الاهلي ان شاء الله. اكيد هو لاعب مميز جدا، وان شاء الله يعني يكون فارق، خصوصا ان الجبهه دي طول عمرها في الاهلي من زمان قويه. اللاعب محمد عبد الوهاب الله يرحمه، سيد معوض، يعني جبهه طول عمرها قويه جدا، وبرده يعني يساعد مع علي معلول في اصابات برضو بنلاقيها مش عارف ايه، فاكيد هيساعد ويساند في الجبهه دي ويأثر فيها طبعا. بصراحه هي صفقه ممتازه جدا، لان احنا كنا محتاجين واحد في هذا المركز يكون اضافه للفريق، فهي صفقه من الصفقات الثقيله الناجحه يعني، ان شاء الله وربنا يوفقه. اضافه قويه جدا للنادي الاهلي طبعا في باك الشمال، فاللاعب جميل جدا، انا شايف بشوفه من فتره كبيره وكان بيلعب في المقصه، كان على طول بيبهدل في لعيبه الزمالك، كان برضه بيلعب قدامنا في ماتش الاهلي، كان بيلعب برضه بروح حلوه، وفي منتخب مصر طبعا هيبقى اضافه قويه. هو بالنسبه لي انا هي صفقه كويسه، هو لاعب ادى في الدوري الموسم ده كويس، انا بتمنى ان هو على قدر ومستوى النادي الاهلي وجمهوره، تمام كده؟ لان عندنا مشكله في الباك ليفت في مصر عموما. اتمنى انه يبقى زي محمد ابو هاب، سيد معوض، محمد يوسف، كل الكباتن اللي انا ذكرت اساميهم. اتمنى ان هو يجتهد، لان هو عنده منافسه شرسه مع علي معلول ومع ايمن اشرف، تمام كده؟ واتمنى ان هو يبقى افضل منهم عشان منتخب مصر والنادي الاهلي في المستقبل. صفقه كويسه ان شاء الله، واتمنى انها تقدر تفيد النادي بشكل كويس، ان هو يسجل اكتر والدنيا النادي الاهلي يعني يستفيد. محمود وحيد لعيب كويس ولعيب هايل، امكانياته كويسه، اتمنى له التوفيق مع النادي الاهلي يعني، ربنا يوفقه ويكون اضافه للفرقه يعني ان شاء الله. والجبهه الشمال فعلا محتاجه لعيب امكانياته زي محمود وحيد، فنتمنى له التوفيق مع النادي الاهلي ان شاء الله. الصراحه اختيار يعني حلو، يعني ان هو يجي عشان يعوض بقيه الفرقه، هو بس هو لازم يعني يدافع كويس ويعمل ياخد الروح الفانيلا الحمراء. ولسه مكملين مع حضراتكم مع نجمنا اللي مشرفنا منورنا محمود وحيد، وعايز اعرف رايك في رأي آراء الجمهور وانطباع الجمهور عنك، كنت لسه ما لعبتش في ولا مباراة رسمية مع النادي الأهلي. والله يا بص، هو كلامهم جميل جدا طبعا، وكلامهم يعني بيديني حافز جدا ان انا ان شاء الله ابقى اضافة قوية جدا بالنسبة للنادي الأهلي، وان شاء الله ابقى عند حسن ظنهم والثقة بتاعتهم الكبيرة دي فيا، وان شاء الله يعني تبقى فترة خيرة علينا كلنا. لو هقول لك على الصفقات ورأيك في الصفقات اللي الأهلي تعاقد معاها الفترة الأخيرة، إزاي ممكن تقيمها؟ محمد محمود، محمود وحيد، نتكلم في جيرالدو، فبنتكلم في يعني صفقات كمان لسه التدعيمات شغالة، فشايف إزاي الأهلي بيتعامل مع الصفقات في الفترة الحالية ورأيك في مجموعة اللعيبة الأهلي تعاقد معاها؟ والله الأهلي يعني السنة دي بيعمل صفقات كويسة جدا بالنسبة للمراكز اللي هو محتاجها. يعني محمد محمود لعب كويس جدا طبعا، وجيرالدو لعب كويس جدا في مرنت معاه انا شفته، وان شاء الله يعني كلهم يبقوا اضافه قويه للنادي الاهلي. ورمضان صبحي رايك؟ لا رمضان طبعا يعني معرفه قديمه يعني جدا. لعبت معاه؟ جدا لعبت معاه كتير في منتخب الاولمبي. شايف رمضان صبحي وجوده ناحيه الشمال؟ لا هو اكيد هيفرق، طبعا هيدي قوه للنادي الاهلي طبعا الفتره الجايه، وان شاء الله يعني اتمنى له يعني التوفيق، وان شاء الله يبقى اضافه قويه يعني. هل شايف النادي الاهلي ممكن يعني في باب ان هو يتعاقد في الفتره الجايه مع لعيبه اكتر، هل ده شايف ان هو بيفيد الاهلي، ولا ممكن نقول ان المنافسة هتبقى يعني قوية وشرسة في كل الأماكن اللي موجودة؟ هي المنافسة طبعا، المنافسة على طول قوية في النادي الأهلي، إذا كان في كل المراكز يعني كله اللي يعني في التمرين كله بيموت نفسه يعني بمعنى أصح عشان يلعب،
فالمنافسة على طول شغالة، وإن شاء الله اللي النصيب هيلعب هيلعب إن شاء الله. طيب عايز أسألك على فترة اللي أنت كنت موجود فيها في ناشئين الإسماعيلي، سواء إمبي، تليفونات بني سويف، حتى المقصة، يعني عايز أعرف مين من المدربين اللي أنت مش ممكن تنساهم، لما بيجي سيرتهم بتقول ده واحد من المدربين اللي ليهم فضل عليا. هو الكابتن سونا طبعا ليه فضل كبير عليا. كابتن سونا اللي كان موجود معاك في الاسماعيلي، بدا ان هو اول ما شافك في الاختبارات قال لك انا عايز الولد ده. كان ساعتها عندي 10 سنين، يعني ما كنتش كملت 11 سنه. والكابتن رضا صديق طبعا، ويعني في كباتن كتير مش عايز انساهم، مش عايز ازعل حد مني، زي كابتن سمير مرعي، زي كابتن نصر باكستاني، يعني في ناس كتير. بتتواصل مع عم محمود؟ والله دلوقتي لا. طب هم اكيد بيتفرج علينا واكيد بيشوفونا، ايه الرساله اللي تحب تقولها لهم من خلال وجودك معانا؟ احب اشكرهم طبعا والله هم وحشين كتير، ونفسي اتواصل معهم، يعني ان شاء الله اتواصل معهم الفتره الجايه. وبحب اشكرهم لانه يعني وقفوا معايا كتير، زي الكابتن سونا والكابتن رضا صديق والكابتن سمير مرعي والكابتن يحيى طبعا. فان شاء الله يبقى ليا يوم ان شاء الله ارد جمايلهم دي. طيب في مرحله الفريق الاول، مين من المدربين اللي انت شايف كان ليهم دور وفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في ان محمود وحيد يبقى محمود وحيد اللي انتقل للنادي الاهلي؟ يعني بنتكلم في مين من المدربين اللي انت شايف ليهم فضل عليك بدايه من الفريق الاول؟ احنا كنا على مرحله الناشئين وقلنا كابتن سونا وغيره وغيره وغيره. والله طبعا انا احب اشكر، اوجه الشكر طبعا للكابتن طلعت يوسف والجهاز الفني كله طبعا، وكابتن منير والدكتور احمد والكابتن جمال عمر، يعني كل الجهاز الفني والجهاز الطبي والعمال طبعا عندنا في المقصه. وبشكر طبعا سيادة اللي هو محمد عبد السلام والاستاذ محمد مجد، ويعني بشكر الناس كلها اللي هم ساهموا في انتقال النادي الاهلي، وان شاء الله ابقى اضافه كويسه. انا عرفت كده في الكواليس ان الكابتن طلعت يوسف ما كانش عايز يفرط فيك لما جه النادي الاهلي، قال لهم لا انا عايزه يعني بعد نهايه الموسم مش لازم في يناير. هو ممكن ممكن كان في الاول كده، بس انا حابب. طب اتكلم معاك وقال لك يا محمود اصبر لنهايه الموسم. لا هو الكابتن طلع كان بيتواصل مع الاداره على طول، او مع الرئيس محمد عبد السلام. فهو طبعا انا حابب ان انا امشي اروح النادي الاهلي، ويعني هي ما بتجيش كل يوم. مش هتيجي تاني؟ طيب انا بقول لك هي ما بتجيش كل يوم، يعني فهي فرصه بالنسبه لي والحمد لله اتحققت. يعني كابتن ايهاب جلال، في الفتره اللي انت كنت موجود فيها حصل لك اصابه، لكن هو وقف جنبك ودعمك وبدا ان هو يحطك على الطريق تاني. هل شايف كابتن ايهاب وجوده في فتره من الفترات اللي كان موجود فيها محمود وحيد كان مؤثر بشكل ايجابي معاك؟ هو طبعا بعد ربنا هو اللي رجعنا نلعب كره تاني ووقف على رجلي تاني بعد الاصابه دي، وطبعا يعني انا بعتبره الاب الروحي يعني احب طبعا احب اشكره طبعا، واتمنى له يعني التوفيق ان شاء الله في الفتره الجايه. اول يوم نادي الاهلي دخلت كابتن حمد ابراهيم عشان ما انساش بس. طيب في حد تاني عايز تشكره من المدربين؟ لا عشان ما انساش. طيب لو وجودك في النادي الاهلي بيحط عليك طموحات واحلام، عايز اعرف طموحات محمود وحيد مع النادي الاهلي خلال الفتره المقبله. قدامك بنتكلم في بطوله دوري لسه قائمه، عندك بطوله افريقيا، شايفهم ازاي؟ والله الواحد نفسه طبعا اللي هو يشارك مع النادي الاهلي وياخد بطولات، نفسي يعني اخد دوري، نفسي اخد افريقيا، نفسي اخد كاس، يعني ان شاء الله يعني احقق البطولات دي مع النادي الاهلي. طيب يعني احنا مكملين مع حضراتكم وبنفكر حضراتكم بهاشتاج الحلقه، هاشتاج اسال اندرسكور محمود اندرسكور وحيد. اللي حابب بيسال محمود وحيد اي سؤال هنساله مع حضراتكم على الهواء مباشره وهو هيرد عليه. يعني هناخد واحنا معاكم بعض الاسئله الخاصه من الجمهور علشان يعني محمود نساله وهو يجاوب. يعني كان في يعني ياسر العالمي بيقول لك ان شاء الله تكون اضافه، والعالمي بيقول لك منور قناه الاهلي، ومحمد السيد بيقول لك ربنا معاك يا كابتن وبالتوفيق ان شاء الله. يعني من ضمن كمان الاسئله اللي موجوده معانا اسئله بقى بيقول لك هتلبس رقم كام؟ والله انا نفسي البس 74 بس لحد دلوقتي لسه يعني ما اتكلمتش. 74 يعني الرقم ده عزيز علينا كلنا طبعا وعزيز على كل الاهلاويه، لكن اشمعنى يعني هل انت اللي قررت ولا حد قال لك يا محمود البس 74 علشان جمهور الاهلي دايما بيحب الرقم ده؟ لا انا ناوي من ساعه ما مضيت يعني للاهلي
فناوي البس 74 بس ان شاء الله يعني نتكلم في النقطه دي. لا يعني اكيد حاجه طيبه منك جدا وحاجه تحترم منك بصراحه ان انت يعني تتكلم وتقول عايز الرقم ده تمجيدا وتعظيما لشهداء النادي الاهلي. لكن هنتابع معاك شويه بشويه علشان خاطر نقول لك الجمهور واسئله الجمهور ليك. لكن طبعا حلقه اليوم هي موجوده بث مباشر على صفحه النادي الاهلي في الفيسبوك. طيب سالتك على طموحك في النادي الاهلي من جوه الملعب، بره الملعب وتشجيعك للنادي الاهلي كان عامل ازاي؟ والله تشجيع النادي الاهلي طبعا لان هو معودنا على المكسب طبعا على طول واي بطوله بتروح منه فالواحد بيزعل طبعا، فهو معودنا على البطولات دايما وان شاء الله نبقى كده احنا كمان يعني. هل لو كان في فرصه لمحمود وحيد انه يكون موجود في المدرجات كان ممكن يكون موجود ولا حساسيه ان انت بتلعب في نادي فممكن حد يشوفك كانت ممكن تعمل لك مشكله شويه؟ لا لو في طبعا لو في وقت اللي انا احضر ان ماتش النادي الاهلي اكيد طبعا كنت احضر، ما فيش مشكله عندي. طب هل ما فيش مره كده والدك اخذك من ايدك وقال لك يلا نروح الملعب وانت صغير قبل بدايه؟ لا انا رحت للنادي الاهلي، دخلت النادي الاهلي كتير مدينه نصر لضياء يعني. رحت للنادي الاهلي؟ رحت كتير لكن ما فيش مره وانت صغير تابعت المباراه من الاستاد او حبيت ان انت تروح ايا كان؟ ساعتها في الاسماعيلي. كنت في الاسماعيلي. طيب هاخدك للجمهور، وانت قلت اختار رقم 74 ودي اعتقد ان شاء الله تكون بدايه جيده ان شاء الله لمحمود وحيد مع النادي الاهلي، وكمان علاقته بالجمهور تكون اكثر يعني اكثر احترافيه واكثر تدعيما ليك. عايز اسالك ان دايما الجمهور النادي الاهلي جمهور يعني شعبيه الاهلي شعبيه جارفه في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم كله. هل انت شايف ان جمهور الاهلي مش بيقبل غير بالبطولات، هل دي شايف حاجه ايجابيه ولا حاجه سلبيه؟ لا هي حاجه ايجابيه طبعا لان هو الجمهور اتعود على كده يعني الجيل بتاع الكابتن ابو تريكه والكابتن بركات هو عود الجمهور على كده، فما ينفعش تضيع منه بطوله. شايف النادي الاهلي الموسم الحالي قادر على المنافسه على بطوله الدوري؟ ان شاء الله ان شاء الله يعني الدوري اهلاوي ان شاء الله يعني. يعني ان شاء الله الدوري اهلاوي ولا بس بنقول كده؟ لا ان شاء الله الدوري اهلاوي. لعبت ضد بيراميدز انت مباراه، النادي الاهلي عنده يوم الجمعه الجايه مباراه، هل انت شايف من خلال لعبك قدام فريق بيراميدز ايه هي النقاط الايجابيه والنقاط السلبيه، وهل ممكن لو كابتن يوسف سالك هتقول له ايه؟ هي فرقه كويسه طبعا، بيراميدز فرقه كويسه كويسه جدا وعندها خط هجوم كويس جدا، فنقاط الضعف ممكن تبقى في خط الظهري. خط الظهري اللي ممكن الاهلي يستغلها ان شاء الله. ان شاء الله. طيب شايف مجموعه الاهلي في افريقيا ازاي؟ شايفها مجموعه صعبه، مجموعه سهله، مجموعه متوازنه، ولا الاهلي قادر على حسم اللقب الافريقي الموسم ده ان شاء الله؟ لا الاهلي قادر على تخطي المجموعه دي ان شاء الله. يعني مستعد طب لافريقيا ولا لسه مش مستوعب ولا خلاص اخذت الصدمه وبقيت موجود في الاهلي ولبست التيشيرت الاحمر؟ خلاص بقى انا في الاهلي. يعني شايف ان شاء الله افريقيا والدوري بشكل كبير ممكن الاهلي ينافس عليه ان شاء الله. طب ايه ممكن نقول اصعب العقبات اللي ممكن تقابل الاهلي في الدوري؟ هل ممكن نقول الاصابات ولا الغيابات ولا بتدعيمات الاهلي اتمها في الفتره الاخيره دي ممكن ما يبقاش فيه القلق اللي كان موجود قبل كده؟ لا هو تقريبا الاصابات خلاص يعني كله بقى موجود تقريبا يعني، فالفرقه كلها بقى هتكتمل وقوه الفرقه ترجع تاني. قبل ما اطلع فاصل مين مثلك الاعلى عالميا ومحليا؟ الله يرحمه كابتن محمد ابو وهاب. الله يرحمه. وجوردي ألبا بقى برشلونه. جوردي ألبا برشلونه. لا يعني انت جميل جدا السؤال ما شاء الله رابط رقم 74 وكمان اختيارك لمحمد عبد الوهاب فانا اختيار يعني يحترم جدا وان شاء الله بالتوفيق ليك. لكن لسه مكملين معاك وحلقه الاهلي الليله مع نجمنا محمود وحيد، هنروح لفاصل وبعديها نرجع نستكمل الحوار، استنونا ما تروحوش بعيد. لسه مكملين مع حضراتكم في حلقه خاصه جدا مع الوافد الجديد للنادي الاهلي الظهير الايسر ان شاء الله بنتمنى له كل التوفيق في الفتره المقبله محمود وحيد. قبل الفاصل اتكلمنا وقلت لك مين مثلك الاعلى محليا وعالميا، قلت لي محمد عبد الوهاب محليا
الله يرحمه، واحد اكيد كان من نجوم الجبهه اليسرى، لكن عايز اعرف منك اشمعنى محمد عبد الوهاب وليه انت اخذته مثل اعلى ليك؟ لان انا كنت بقى يعني اتفرجت على ماتشات كتير جدا للكابتن محمد ابو عبد الله يرحمه، وبحس يعني اللي هو طريقه لعب انا يعني زي طريقه لعبه كده، فعشان كده يعني حبيت. حتى جوردي ألبا كده يعني انت اتفرجت على كابتن محمد عبد الوهاب؟ اه كان مميز بالاوفر، كان مميز بقوه، كان مميز بسرعه. براته كويسه جدا وسريع وقوي وكل حاجه كانت كويسه فيه. والاهم سلوكياته واخلاقياته، كان هو طبعا كان طبعا محترم متميز. فاكيد عشان كده مصر كلها زعلت عليه. لا ولسه زعلانين عليه ولسه بنفتكره مع كل ذكرى ليه بنتكلم عليه. ودايما لما بيجي دور في الجبهه اليسرى لازم نقول محمد عبد الوهاب كان واحد من افضل ظهراء الجانب الايسر في النادي الاهلي. تعال نروح بقى شويه للتويتر وبعدين نروح للفيسبوك عشان في شويه اسئله كده عايزين نسالها لك. جمهور الاهلي بيتابع الحلقه والحمد لله يعني كل الناس مرحبه بيك. لكن عبده بيقول لك تحب تلعب جنب مين في الجبهه الشمال في الاهلي، اجاييه ولا مؤمن ولا رمضان صبحي بعد ما تم استعاره؟ والله كلهم لعيبه كويسه جدا، واتمنى يعني الواحد يلعب جنبهم. كلهم لاعب كبار ولعبوا كتير، وان شاء الله يعني العب جنب اي حد فيهم يعني ما فيش مشكله. احمد خضر بيسالك سؤال حلو، بيقول لك ايه سر الفانيله الحمراء للنادي الاهلي؟ هي يعني هي بتدي روح غريبه فعلا، يعني بتدي روح غريبه، وساعه ما الواحد بيلبسها كده بيحس باحساس غريب يعني، فما بيتوصفش بصراحه. محمد فراج بيقول لك منور الشاشه يا كابتن محمود، ان شاء الله تتفوق مع النادي الاهلي، وعايز يسالك مين قدوتك بالنسبه لباك الشمال محليا وعالميا، وانت قلت جوردي ألبا ومحمد عبد الوهاب. حسنين عطيه بيقول لك ما هي طموحاتك مع الاهلي بعد انضمامك للقلعه الحمراء؟ اتمنى ان شاء الله ان احصد بطولات مع النادي الاهلي. طيب محمد بيسالك بيقول لك عندك كام سنه؟ انا ان شاء الله اتم 25 سنه 1/1 الجاي ده، 1/1 يوم الثلاثاء اللي جاي عيد ميلاد محمود وحيد، اتم 25 سنه. لكن انت من مواليد 94؟ طيب. طبعا عبده السمهودي بيقول لك انا فرحان قوي يا كابتن وحيد انك جيت الاهلي، ومنتظرين منك الكثير، اتمنى لك التوفيق يا كابتن، وتحياتي ليك انت والكابتن عمر ان شاء الله. يعني بسم الله ما شاء الله، زي ما انا بقول لك ردود افعال جيده جدا. اخر يعني اخيرا الحاج حسن بيقول لك نورت النادي، وان شاء الله تكون اضافه قويه للنادي الاهلي. ان شاء الله انا بقى عندي حسن ظنكم كلكم ان شاء الله. انطباعك ايه بقى عن كل الاسئله واحنا لسه ما كملناش يعني 1% من الاسئله والاشارات اللي بتشير بمحمود وحيد تجاهك وانت لسه ما لعبتش؟ شايف ان جمهور الاهلي فعلا هو اللي ليه كلمه السر في انتصارات النادي الاهلي وبطولاته، وان هو الدافع الرئيسي ليه؟ طبعا الجمهور لما بيحضر في الملعب يعني الاهلي خلاص يعني كسبان، فالجمهور طبعا كلامه ده يعني الواحد بياخده، يعني هي بتبقى مسؤوليه كبيره جدا على الواحد، بس ان شاء الله الواحد يبقى قدها، وان شاء الله يعني ابقى عندي الثقه بتاعتهم كلها دي. رد الفعل عندك في البيت يا محمود بعد ما مضيت للنادي الاهلي؟ يعني انا عايز اعرف كده، نروح الاول للعيله، والدك ووالدتك، وبعديها عايز اعرف رد فعل زوجتك. انت طبعا متزوج وعندك ملك ربنا يبارك لك فيها، لكن غريبه انت عندك ولاد، رحت انت مخلف بنت يعني هي اول بنت في العيله، ما اخويا محمد متجوز وعنده محمود برضه مسمي محمود. طب ايه رد فعلهم؟ ايه كان رد فعل الوالد، رد فعل الوالده، اخواتك؟ مين كان اكتر واحد مبسوط ليك وكان شايف ان انت هو ده الوقت المناسب ليك في ان انت تنتقل للنادي الاهلي؟ والله كلهم فرحانين طبعا بانتقال للنادي الاهلي، اذا كان والدتي او والدي او اخواتي او زوجتي، كلهم فرحانين بانتقال النادي الاهلي، واحب طبعا اشكرهم جدا، وان شاء الله اسعدهم كلهم وربنا يخليهم ليا، واحب طبعا اشكر اهل القريه بتاعتي على الاحتفال اللي هم عملوه لي، وكلهم باركولي، وان شاء الله يعني اقدر اسعدهم كلهم. انا عايز ابشر زوجتك بحاجه بقى بعد ما رحت النادي الاهلي، عايز اقول لها ان انت مش هتشوفي محمود خالص يعني خلاص، معسكرات افريقيا، معسكرات دوري، ربنا يكرمك بالمنتخب. هي عارفه الكلام ده، هي عرفت خلاص، جهزت نفسها الفتره الجايه طبعا يعني
بتكون او اي لاعب في النادي الاهلي بيكون عنده اشغال شقه، بيكون يعني تمرين معسكرات، فبيبقى في مشاكل دايما بين اللعيب الاهلي وعيلته وزوجته. هي مستوعبه الكلام ده الموضوع مختلف عن المخاصه. المخاصه كنت كل يوم بتروح ويوم في الاسبوع عندك معسكر قبل ليله الماتش، دلوقتي الموضوع اختلف تماما. هيبقى عندك ثلاث، يعني هو في الاسبوع عندك ثلاث ماتشات هتروح لها يوم واحد في الاسبوع. لا طبعا زوجتي طيبه جدا ويعني متفاهمه الوضع اللي الواحد فيه، وان شاء الله يعني اقدر يعني اسعدها وربنا يخليها لي يا رب، وهي وملك، وان شاء الله يعني اقدر اسعدهم ان شاء الله. يعني ان شاء الله عايز اروح معاك للدوري، وشايف منافسه في الدوري عامله ازاي؟ تصدر نادي الزمالك في المقدمه، بيقدم موسم اكيد جيد، لكن هل تصدر نادي الزمالك ممكن يعمل ضغط على النادي الاهلي، ولا النادي الاهلي بالنسبه له دي امور عاديه جدا وحصلت معاه كذا مره وتفوق عليها وفي الاخر حقق اللقب؟ بالظبط زي ما انت بتقول كده يا عمر، والنادي الاهلي جرب التجربه دي كذا مره، والنادي الاهلي هو اللي بيعمل ضغط على الفرق اللي قدامه، مش اللي قدامه هو اللي يعمل ضغط على النادي الاهلي. وان شاء الله يعني زي ما قلت لك في اول الحلقه هي كبوه وهتعدي ان شاء الله. يعني طيب قبل ما اروح للتقرير عايز اسالك، مين من وجهه نظرك الفريق اللي يستحق لقب الحصان الاسود؟ انت لعبت ضد معظم فرق الدوري الدور الاول، فانت شفت، فانت من بقى وجودك في الملعب واحتكاكك، مين الفرق او الفريق اللي انت تقول عليه لا ده فريق قوي، فريق ممكن نقول عليه الحصان الاسود؟ بص هي في فرق كتير في بدايه الدوري يعني البدايه بتاعتها ما كانتش كويسه، لكن مع الماتشات والماتشات متتاليه على طول ف الفرقة كلها بقت كويسة زي المقاولين دلوقتي، فرقة كويسة جدا ماشية مع كابتن عماد، مع الكابتن عماد كويس، و مين تاني؟ وطبعا ممكن دجلة، ممكن دجلة، ممكن المقصة، في فرق طبعا مقصة، طبعا مقصة واحد من الفرق القوية. طيب لسه مكملين معاك، لكن هنروح برضه للجمهور علشان نعرف رأيه في مستقبل محمود وحيد مع النادي الاهلي وايه توقعاتهم خلال الفتره المقبله. لسه مكملين معاكم مع نجمنا محمود وحيد، لكن بعد تقرير الجمهور خليكم معانا ما تروحوش بعيد. لو سمع كلام الكوتش بتاعه ونفذه زي ما هو عايز ونسي بقى طبعا الفتره القديمه، لان طبعا كل نادي بيبقى ليه سياسه في اللعب وفي الكلام دوت واسلوب معين في اللعب، فهو لو سمع كلام بتلاقي هيبقى يعني مش هقدر طبعا زي محمد صلاح لان ده مركز وده مركز يعني، لكن بتمنى له التوفيق باذن الله ان شاء الله، وربنا يوفقه باذن الله ويوفق النادي الاهلي. اولا انا برحب بالكابتن محمود وحيد في النادي الاهلي، طبعا ان شاء الله متوقع له مستقبل كويس بس بشروط كتير قوي. اهم شرط مش لازم يكون لعيب كويس في فريقه يبقى نجم في النادي الاهلي، لازم يلعب بروح النادي الاهلي بحميه النادي الاهلي، انه عنده منافسه شرسه جدا مع كابتن علي معلول وايمن اشرف، منافسه شرسه جدا، فمن السهل خالص انه يحفظ مكانه اساسي، يعني لازم يجتهد ويلعب بروح عاليه جدا عشان ان شاء الله يحفظ مكانه. ان شاء الله متوقع له مستقبل كويس ان شاء الله. يعني اتوقع له النجاح ان شاء الله، بس طبعا عنده منافسه صعبه انه في مكانه بيلعب احسن باك شمال في افريقيا علي معلول، بس ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله يقدر يحقق كل البطولات مع النادي الاهلي السنه دي ان شاء الله. هو لعيب كويس واضافه جميله مع النادي الاهلي، وان شاء الله يبقى عند حسن الجميع، واحنا محتاجينه يعني في الكابتن علي والكابتن مشرف، هو اضافه جميله قوي وهيستفاد ويفيدنا كتير ان شاء الله. هو لعيب كويس وباك شمال حلو في مصر المقصه، بس اللي هو ان شاء الله لما يجي التمرين وكده يعني المفروض يتعامل احسن مع اللعيبه ويتجاوز شويه مع اللعيبه وان شاء الله يبقى مستقبل كويس باذن الله ان شاء الله. لا هو بصراحه مستقبله كويس جدا يعني، وهيقدم بطريقه احلى مع النادي الاهلي، وان شاء الله ربنا يوفقه يعني ويقدم للاهلي مستوى احسن من المستوى اللي قدمه في مصر المقاصه ان شاء الله. ان شاء الله يتميز مع الاهلي ويخش منتخب مصر ويعوض مكان علي معلول في غياباته. هو لو يعني لو لعب وخد فرصته كويس واثبت نفسه في التدريبات اكيد هيبقى مستواه كويس، لان مفيش حد بيجي الاهلي بيبقى وحش. الاهلي ما بيجيبش واحد ما يكونش يعني مستواه ما يكونش 100%، الاهلي بيجيب اللعيبه طبعا الممتازه، بس ان ده الاهلي ان اكبر نادي في افريقيا المفروض، فاكيد ان الناس مسؤولين في الاهلي انهم يشوفوا لعيب زي محمود وحيد يبقى اكيد ده لعيب جيد. هو لاعب محترم ولاعب في الاول وفي الاخر هو اهلاوي من نادي الاهلي، فاي حاجه مش جديده عليه، وان شاء الله يرجع ويتالق ويسد فراغ في حاله رحيل الباك الشمال سواء قعد او كمل علي معلول، وممكن برضه لعب في ناحيه الهوف، هو لاعب كبير ويقدر يسد المكان ده وان شاء الله خير باذن الله. ان شاء الله هيأدي اداء كويس، بس اهم حاجه يلعب بروح الفنان اللي هو بيلعب بيها،
هو النادي الاهلي معروف في افريقيا ان هو من احسن النوادي في افريقيا، فلازم يعدي يعني غصب عنه لازم، وان شاء الله اللعيبه هتساعده انه يبقى ياخد مع الفريق. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم مع الوافد الجديد للنادي الاهلي في الجبهه اليسرى محمود وحيد، علشان نعرف منه كل ما هو جديد خلال الفتره القادمه وطموحاته واحلامه مع النادي الاهلي والقلعه الحمراء. محمود، يعني عاملين لك مفاجاه صغيره كده، يعني حد عزيز عليك جدا وحد انت اكيد بتحبه، وكان واحد من الاسباب بعد ربنا سبحانه وتعالى في انه يقف جنبك ويخليك محمود وحيد اللي تغلب على الاصابات وعلى الصعاب وعلى المشاكل اللي انت تعرضت ليها خلال الفتره الماضيه كلها. عايزك تقول الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا كابتن محمود؟ ازيك يا بابا، عامل ايه؟ تمام والله الحمد لله. يا رب دايما. منور الدنيا يا حبيبي. يا نورك، ربنا يخليك يا بابا. ربنا يفرحك ويسعدك ايامك ويثبت اقدامك. يا رب. وجعلها خطوه سعيده عليك كده من انتقالك للنادي الاهلي. ان شاء الله يا بابا. والف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. ازي حضرتك يا حاج؟ الو؟ يا كابتن يا حاج وحيد، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ تمام والله الحمد لله. ازيك يا كابتن عمر؟ كله تمام الحمد لله، شرفنا ومنورنا. ومحمود في اول الحلقه قال ان والدي ووالدتي وعيلتي ليهم فضل كبير جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى، بعد الاصابات اللي لحقت بيه من كسر في انقل القدم وكمان رباط صليبي. لكن عايز اعرف بقى يعني كواليس الفتره الاخيره في حياه محمود بعد انتقاله للنادي الاهلي، وازاي بقى حضرتك اتعاملت مع الموقف؟ لا والله الحمد لله، بنحمد ربنا ونشكر فضله. ومحمود الفترة الأخيرة دي هو اجتهد وطموح جدا، وربنا اداله على قد نيته. وبالنسبة لانتقاله للنادي الأهلي كانت الأمور سلسة جدا، وإحنا طبعا كلنا على أهلاوية من صغرنا، بنشجع الكورة ومتعصبين جدا للنادي الأهلي. بنلعب كورة يعني. طبعا هو بيقول لي طبعا هو بيلعب كورة، كنت حضرتك متعصب جدا للنادي الأهلي. فطبعا بالنسبه للانتقال للنادي الاهلي احنا فرحنا جدا بالنسبه للمرحله ديت اللي هو انتقالها ليا، وربنا يجعلها فتحه خير عليه ان شاء الله، ويثبت اقدامه ويحقق له دور كده في النادي الاهلي ويحقق بطولات يا كابتن عمر. طبعا حضرتك عارف النادي الاهلي زي ما قلت لمحمود، النادي الاهلي دايما بيلعب على رقم واحد. هل انت شايف محمود ابنك قادر ان هو يتغلب على كل الضغوطات وكل شيء سلبي خلال الفتره اللي جايه ويحوله لشيء ايجابي ويتفوق مع النادي الاهلي ويشارك بدايه من اول يوم ليه ان شاء الله اللي هيكون عيد ميلاده اللي هيتم فيه 25 سنه ان شاء الله؟ ان شاء الله. محمود عنده العزيمه والاصرار، ومحمود بالنسبه للفترات اللي عدت كده سواء مرحله الاصابه اللي عدت ربنا معاه يقعدها ان شاء الله يا رب، لا من جواته اصرار وعزيمه ان هو يحجز دور، يكون له دور اساسي ان شاء الله في النادي الاهلي ويثبت وجوده، ويكون عنده صنع حسن ظن الجماهير كلها الاهلاويه اللي هي طبعا تدى ثقتها فيه، وان شاء الله يعني ربنا هيكرمه ويثبت اقدامه ان شاء الله يا كابتن عمر. حاجه وحيد، شايف ان ربنا سبحانه وتعالى عوض محمود عن بطوله افريقيا اللي ما شاركش فيها ومنتخب مصر حقق اللقب بانه ينتقل للنادي الاهلي؟ والله يا طبعا انا بشكر الكابتن ربيع ياسين، كان في كاس افريقيا. وبالنسبه للاصابه طبعا زي ما محمود كلمك اللي هي كانت في ماتشات الوديه طبعا مع منتخب ليبيا، وما زلناش يعني هو ده يعني قضاء ربنا وده نصيبه طبعا، ما كملش طبعا البطوله وكده، لكن احنا فرحنا برضه بالنسبه للجيل بتاعه كلهم ان خدوا البطوله والحمد لله، وان شاء الله يعني ربنا يوفقه في الخطوات اللي جايه ويحقق بطولات كثيره بقى مع النادي الاهلي ان شاء الله يا كابتن عمر. دلوقتي بقى عندك في البيت اثنين شهور بيلعبوا في النادي الاهلي، هتشجع مين اكتر؟ لا حبيبي طبعا الكابتن محمود، وعندي طبعا ضياء وليد 2000 موجود مع في النادي الاهلي 18 سنه، وطبعا مستعد مع 99. ضياء نفس عيد ميلادي ان شاء الله. طب عايز اسال حضرتك سؤال عشان خاطر محمود، كان سالته في الاول مين احرف، قال لي لا ضياء، فانا عايز اعرف هو بيجامل ولا دي حقيقه، مين احرف فيه؟ لا لا هو ضياء برضه ضياء حريف، لكن بالنسبه لمحمود طبعا كل شيء يعني فيه ميول كده ومهارات يا كابتن عمر. طب هل ضياء موجود مع حضرتك ناخده معانا على التليفون؟ موجود. طيب يا ريت تسلم عليه عشان بس يبارك لمحمود على الهواء. طيب تعالى كابتن ضياء.
الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا نجم؟ الله يسلمك يا كابتن عمر، اخبارك ايه؟ كله تمام والله الحمد لله. تبارك لمحمود، تقول له ايه؟ الف مبروك يا حودة وربنا يكرمك ان شاء الله، وهي خطوه كويسه، هو صبر كتير والله وده اخر صبره يعني الحمد لله. دلوقتي بقى اخوك خلاص باك ليفت النادي الاهلي، الموضوع بقى مختلف دلوقتي، يعني الموضوع كله بقى باصص عليك، ده اخو محمود وحيد، ازاي بقى هتتعامل مع الموقف ده الفتره اللي جايه؟ اه طبعا كله بيتكلم ان انا اخو محمود وحيد، ان شاء الله يعني اشرفه كده زي ما هو مشرف العيله والبلد كلها ان شاء الله. ضياء ربنا يكرمك. شايف بقى ايه بقى محمود؟ على فكره يا ضياء، محمود في الاول احنا عارضين الجون بتاعك، فمحمود قال لي ان انت لعيب خامه كويسه مبشره، لكن كان عايز ينصحك نصيحه هخليه ينصحها لك تاني على الهوا. قلت له ايه بقى محمود؟ والله اللي هو يركز في تمرينه اهم حاجه، ويخلي باله من نفسه ويهتم يعني باكله وبنومه، وان شاء الله يعني ربنا يكرمه يعني الفتره الجايه. سامع ضياء؟ اه طبعا سامع، ده كلامه بالنسبه لي حاجه كبيره، وان شاء الله ربنا يكرمه. محمود اصلا من الناس اللي كان المفروض يعني مش هقول المفروض، هو نصيب الحمد لله يعني. مظبوط، برافو عليك. اخر صبره، هو اصلا كان من الناس المفروض موجوده ومكانه في النادي الاهلي بقاله كتير يعني الحمد لله يعني. بسال محمود بقول له مين احرف انت ولا ضياء؟ قال لي انا طبعا، مفيش مقارنه بيني وبين ضياء. محمود احرف بكتير اكيد والله، مع انه هو قال ان انا احرف، بس لا محمود احرف. انا بهدي النفوس يا ضياء، انا بهدي النفوس. عايزينك تشد حيلك عشان تبقى موجود مع الفريق الاول الفتره اللي جايه، وتبقى ظاهره جديده، ان اخين مش توأم بيلعبوا مع بعض في نفس الفريق. شد حيلك يا ضياء، ربنا يكرمك ويوفقك. حابب تقول ايه كلمه اخيره لمحمود قبل ما اقفل معاك؟ محمود انا حابب اقول له ان هو على قد روح النادي الاهلي، وده مكانه، وهو اصلا محمود روحه يعني النادي الاهلي بربنا من واحنا صغيرين على الروح والمكسب. لا محمود دي عنده حاجه طبيعيه، محمود لو بيلعب كوره بره مش في نادي اساسا ما بيحبش يخرج. فمحمود على قد النادي، وعلى هيكون على قد يعني حسن ظن الجماهير بيه. محمود بقى كلمه اخيره للوالد ولضياء قبل ما اقفل معاك، تحب تقول لهم ايه؟ احب اشكرهم طبعا على تعبهم معايا السنين اللي فاتت دي كلها، وان شاء الله يعني ربنا يخليكم ليا واقدر افرحكم دايما، وان شاء الله يعني بيدوني الثقه كل شويه، وربنا يخليهم يعني ليا ويفضلوا سند ليا يعني. يعني ضياء بشكرك شكرا جزيلا يا ضياء. طبعا بشكر الحاج وحيد على وجودكم معايا، ويعني روح طيبه جدا جدا، واتمنى ليك التوفيق ليك والمحمود ان شاء الله خلال الفتره القادمه. يعني لا ضياء بيحبك، ضياء عارف قيمتك ومقتنع جدا بامكانياتك وقدراتك، اعتقد ان هي هتبقى او حاجه طيبه جدا لما ربنا يرزقك باخ بيلعب كوره كمان في النادي الاهلي. لكن ضياء متكلم بسم الله ما شاء الله. محمد كمان يعني محمد برضو لعيب كويس جدا، بس هي نصيب يعني. بس عجبني ضياء كلام ضياء، بحس دايما كده محمود ان لعيب النادي الاهلي ايا كان ايه عمره بيبقى كلامه متزن، كلامه بيخرج من عقله. فقال لك بدل ما كان هيقول لك يستحق، هو قال لك نصيبه اتاخر وهو صبر، بس ربنا في الاخر كافئ محمود وبقى موجود في النادي الاهلي. شايف روح ضياء دي يعني وتعامله معاك يعني ازاي؟ وشايف ضياء الفتره اللي جايه هل قادر ان شاء الله ان هو يكون موجود مع الفريق الاول؟ لا ضياء غير اللي هو لعيب كوره، لا هو انسان طيب جدا وقلبه طيب وشخصيه جميله، و يعني كل الناس بتحبه في النادي الاهلي، اذا كان فرقته 2000 او 99، فان شاء الله يعني انا اتمنى له التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه دي، وان شاء الله يعني يحقق اللي هو بيتمناه. كل سنه وهو طيب بقى على الهوا كده. طيب مفيش. طيب سالتك قبل الهوا قبل ما نروح فاصل على الحصان الاسود، واتكلمنا على ثلاث فرق، عايز اسالك على ابرز اللعيبه اللي انت شايفها في بطوله الدوري المصري لفتت انتباهك، او نتكلم على لعيب انت لعبت عليه، لعيب كان مميز، مين كده اسامي ممكن تقدر تقولها لي؟ والله هو في يعني في كذا واحد، زي هو كهربا كويس جدا طبعا، وعندك برضو كينو ده لاعب كويس، لاعب بيراميدز، وعندك برضو محمد فاروق كويس، يعني في كذا لعيب في الدوري كويسين يعني. طيب تعالوا نروح شويه لاسئله الجمهور ونشوف الجمهور كاتب ايه. يعني محمد عبده كاتب لك حضر بقى ورقه بيضه ومن اول السطر يا وحيد، هتعمل احلى سي في ليك في الاهلي.
بس الروح لازم وتموت نفسك وتعرف ان الاهلي دوله بحالها 85 مليون وراك، ويا ريت تعرفنا انت بتلاقي نفسك في اي مركز في الملعب واللي هتقدم كتير لو لعبت فيه. بص المسج قويه ازاي، قوي لك احنا وراك 85 مليون اهلاوي وراك وهندعمك وليك منا كل الدعم. ترد بقى عايز يعرف مركزك اللي انت هتعرف تأدي فيه احسن حاجه عندك. والله انا بأدي في الثلاث مراكز اللي انا بلعب فيهم، يعني انا في المقصه يعني لعبت في كذا مركز، كل ماتش مش لازم مركز او باك ليفت او هاف ليفت او ديفندر ثالث، فالثلاثه يعني بأدي فيهم كويس، ووقت ما النادي الاهلي يحتاجني هنا او هنا او هنا فان شاء الله يعني اقدر اطلع كل حاجه عندي، وان شاء الله يعني أأدي في اي مركز العب فيه. فايز فهمي بيقول لك مساء الخير، منور شاشه النادي الاهلي يا كابتن محمود، اتمنى ليك التوفيق باذن الله وان شاء الله تكون اضافه جيده للاهلي، تحياتي. محمد جابر، كابتن محمود وحيد، اتمنى التوفيق مع المارد الاحمر، عندك منافسه مع علي معلول، احنا هنكون في ظهرك دايما. يعني بيعجبني قوي جمهور الاهلي ان هو واعي وعارف ان الموضوع في منافسة قوية لكن منافسة شريفة. أكيد طبعا. يعني بتبقى حاجة يعني حافز ليك. علي معلول واحد من اللعيبة الجيدة، واحد من اللعيبة الدولية. قبل ما تيجي النادي الأهلي عايز أعرف منك رأيك في علي معلول، كنت بتشوفه إزاي؟ هل بتشوفه من أفضل ظهراء الجانب الأيسر في مصر؟ ولا ممكن نشوف إن هو لاعب عنده قدرات عادية؟ ولا ايه تقييمك ليه في الفتره الاخيره؟ لا هو طبعا لاعب كبير جدا، وزي ما قلت لك هو لاعب مؤثر مع النادي الاهلي، وعنده قدرات عاليه جدا اذا كانت هجوميه او متزن دفاعيا، فكابتن علي معلول طبعا لاعب كويس، وان شاء الله يعني نستفيد منه برضه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب محمد رباح بيقول لك تحياتي وسؤالي لمحمود، ايه هي طموحاتك مع الاهلي؟ وايه الهدف اللي مش هتنساه؟ ومين اقرب حد ليك يتناسب مع طريقه لعبك في الاهلي؟ ايه الهدف اللي مش ممكن تنساه؟ الهدف اللي انا مش بتاع انجولا طبعا. بتاع انجولا. كان منتخب مصر بيلاعب منتخب انجولا في التصفيات المؤهله لامم افريقيا 2013 بالجزائر، وكانت المباراه 1-1 بعد ما منتخب انجولا تقدم 1-0. تعادلنا هناك 0-0. تعادلتوا هنا في استاد الكليه الحربيه 1-0، وبعد كده 1-1، وبعد كده انت احرزت هدف الفوز. الهدف ده كان سبب صعود منتخب مصر. ده اغلى هدف سجلته في حياتي. طبعا. كان ساعتها الكابتن ربيع كان لسه بيتكلم، بيقول لي يعني اللي هيسجل الهدف صعود منتخب مصر ده يعني هيبقى حاجه كبيره. طيب اسراء عبد اللطيف بتقول لك بالتوفيق ليك يا كابتن في مشوارك القادم مع اعظم نادي في افريقيا. ان شاء الله. كلمه اعظم نادي في افريقيا دي كلمه تقيله قوي، كلمه كبيره قوي. هو النادي الاهلي كده نادي كبير طول عمره، ونادي بطولات طول عمره نادي كبير. طيب احنا قلنا اكبر نادي في افريقيا، ونخش تاني على بطوله افريقيا، وعايز اعرف رايك في المباراه الاولى امام فريق فيتا كلوب الكونغولي، شايف المباراه هتبقى عامله ازاي؟ وضغط الموسم طبعا بما ان البطوله الافريقيه لسه منتهيه، القرعه لسه خلصانه امبارح، اول مباراه لفيتا كلوب، هل شايف ان هي هتكون مع اقوى فريق في المجموعه، بالتالي نقدر نحكم على اداء الاهلي من خلال المباراه دي؟ بص هو يعني هو ما فيش مباراه دلوقتي مباراه سهله، كل المباريات صعبه، وكل مباراه ولها كل المباراه ولها حساباتها كل ولها ظروفها يعني، فان شاء الله يعني الاهلي قادر على تخطى اي مباراه في امم افريقيا في بطوله افريقيا، وان شاء الله يعني الاهلي يحصد البطوله يعني. لو سالتك على منتخب مصر وامم افريقيا احنا اتكلمنا فيها قبل كده، لكن عايز اعرف رؤيتك لمنتخب مصر خلال الفتره اللي قبل كده، وعايز اعرف ازاي كنت بتشوف مشكله الباك ليفت، ازاي منتخب مصر وازاي مصر ما فيهاش باك ليفت يقدر يحل المشكله اللي موجوده. والله هو طبعا في مشكله كبيره جدا في حته الباك ليفت دي، فان شاء الله يعني ربنا يقدرني كده ان شاء الله والعب في النادي الاهلي واقدر يعني ابقى متواجد مع منتخب مصر. شايف لو مصر نظمت بطوله الامم الافريقيه اللي جايه هل ده شيء ايجابي طبعاً لمصر والمحمود وحيد؟ طبعا هيبقى في يعني 80% منتخب مصر ممكن ياخد بطوله يعني.
شايف ان مستر كوبر ظلم لعيبه ان هو ما ضمهمش للمنتخب الفتره اللي كان موجود فيها؟ اكيد يعني هو يعني دي مش بمزاجه، هي بتبقى غصب عنه. الحاجات الظلم دي مش بتبقى بالمزاج يعني، بس هو بيختار على حسب طريقه لعبه او على حسب اللعبه اللي هتتناسب مع فكره. فان شاء الله يعني الفتره الجايه تبقى كويسه مع منتخب مصر. يعني عايز اعرف تقييمك لمنتخب مصر خلال مشاركته في كاس العالم. والله كنت اتمنى اللي هو يؤدي يعني. اتكلم خلاص الراجل مشي، اتكلم براحتك وقول لي ايه الايجابيات وايه السلبيات. السلبيات اللي هو يعني هو كان بيحب اللي هو دايما يدافع. فهو منتخب مصر ما كانش متعود على كده خالص يعني. هل انت شايف ان منتخب مصر ما يستحقش التكتيك اللي كان بيلعب بيه مستر كوبر؟ يعني عندنا هنا في مصر بيحبوا الكره الهجوميه يعني دايما، فخطه مستر كوبر كانت دايما مياله للدفاع يعني شويه. ان شاء الله يعني مستر اجيري قادر يغير الكلام ده يعني. ممكن وهي بانت في الماتشات اللي هو اللي يعني انت شايف ان منتخب مصر مع التولي في قياده فنيه جديده الموضوع بقى مختلف، الموضوع بقى هجومي اكتر. بالظبط. طيب ان شاء الله نقول محمود وحيد ممكن يكون موجود ان شاء الله في معسكر المنتخب بالفتره القادمه ان شاء الله. والله اتمنى ان شاء الله ان انا ابقى موجود. قدامك 3 شهور لسه. المباراه ودي شهر 3 مع نيجيريا على ما اتذكر، وبالتالي عندك فرصه جيده جدا ان انت يعني تعرض نفسك من جديد لمستر اجيري او لكابتن هاني رمزي. ان شاء الله هحاول اشتغل على نفسي اكتر واجتهد اكتر في مع النادي الاهلي، وان شاء الله يبقى ليا نصيب يعني مع المنتخب. طيب برضو مع المنتخب لكن مع محترفين المصريين، عايز اسالك على محمد صلاح. رايك في محمد صلاح وشايف ازاي بيقدم مستوى طيب في الفتره الاخيره؟ النهارده لسه مسجل هدف في مباراه ليفربول وارسنال، عمل لفته طيبه جدا ان في ركله الجزاء اللي اتحسبت ليفربول بدل هو ما يسجل علشان يبقى هداف الدوري الانجليزي، ده الفيرمينيو قال له سجل الهاتريك بتاع الماتش النهارده. والله طبعا الواحد بيفتخر بيه في كل مكان، وهو فخر لكل المصريين، وهو طبعا يعني على طموح اللاعيبه المصريه بره، وان شاء الله يعني ياخد هداف الدوري الانجليزي تاني وياخد احسن لاعب يعني ان شاء الله. شايف محمد صلاح يعني وجوده في انجلترا بيفتح الباب؟ اكيد طبعا. بي بي يعني بي بيبني طموح جديد لجيل جديد. طيب لو اخذت من كلامك طموح جديد لجيل جديد لأحلام محمود وحيد في المستقبل، هل ممكن بعد موسم او اتنين لو تألقت مع النادي الاهلي لعبت المنتخب مصر؟ انا كان امنيه حياتي ان انا يعني استمر في المانيا، بس ما فيش نصيب. بس طبعا ان شاء الله يعني الواحد يحاول يشتغل نفسه تاني ويحاول يعني يحترف تاني ان شاء الله. هل شايف النادي الاهلي زي ما انت قلت سبب من اسباب ان انت تكون موجود ان النادي الاهلي زي انديه في اوروبا كتير؟ طبعا النادي الاهلي يعني اقرب نادي في مصر لاوروبا يعني كمنظومه كامله. النادي الاهلي هو اقرب نادي لانديه بره يعني. لو سالتك يا محمود وقلت لك اللعيب يختار الفلوس على حساب التاريخ، يعني ممكن يجي له عرض من الاهلي وعرض من نادي اخر، بس عرض النادي الاخر ده ماديا اعلى، يختار ايه؟ يختار التاريخ؟ انا عايز اعرف يعني انت رايك ايه، وعايز اعرف ازاي ممكن لاعب يتعامل مع مثل هذه الامور، يختار التاريخ يعمل تاريخ لنفسه ويتالق ويلعب منتخب مصر، ولا يفضل الامور الماديه؟ طبعا الفرق في الامور الماديه مش كبير. انا قلت لك في اول كلامي في اول الحلقه اللي هو الواحد لازم يضحي بحاجه عشان يختار حاجه ثانيه. فالتاريخ ده طبعا لو الواحد خد بطولات مع النادي الاهلي فدي هتتحسب له والناس مش هتنساها، فدي حاجه بتبقى كويسه. والنادي الاهلي نادي كبير ونادي بطولاته كتير، فان شاء الله يعني الواحد يقدر ياخد بطولات مع النادي الاهلي وتتكتب باسمه ان شاء الله. انا عايز اعرف كمان الجمهور قبل ما نروح لتقرير ونسمع برضو الجمهور هيقول ايه لمحمود وحيد. عايز اعرف الجمهور ان انا كده عرفت بعض الكواليس اللي محمود وحيد مضى على بياض على طول للنادي الاهلي ويعني ما استناش اي كلمه تتحط غير بعد ما حط امضيته في العقود. الكلام ده صح؟ مضيت على بياض فعلا بدون اي تردد، يعني خلاص الموضوع بالنسبه لك النادي الاهلي فانا همضي خلاص. يعني لما الكابتن يعني فضل فعلا كلمني والكابتن هاني سعيد فمضيت. كابتن فضل وكابتن سيد يعني من نجوم النادي الاهلي، وكمان الموضوع زي ما الوالد قال الموضوع كان ماشي بشكل ميسر جدا الحمد لله. انت كمان زي ما ضياء قال انت تستاهل كل خير ان شاء الله. الفتره اللي جايه ان شاء الله تأدي بشكل جيد. جمهور الاهلي زي ما انت عارف دايما في ظهر لعيبته، فالجمهور هيوجه كلمه
لمحمود وحيد. ايه هي؟ تعال نروح نسمعها ونرجع نكمل مع حضرتك. اقول له احنا بنقول مبروك عليك ان انت دخلت قلعه كبيره زي قلعه الاهلي. انت ان شاء الله ربنا يكتب لك مستقبل كويس، وعلى ما الواحد يعني يعرف من المباريات البسيطه اللي احنا اتفرجنا عليها ليك، انت لعيب كويس وموهوب وربنا يوفقك الفتره الجايه. بس زي ما بنقول ما تتغرش، دي نصيحه يعني من حد كبير اهو. ولو انت لعبت مع الناس كويس اعتقد ان شاء الله ربنا يكرمك وتبقى حاجه كويسه قوي. بقول له ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله يكون اضافه جديده للنادي الاهلي، واحنا متعودين دايما اي لعيب جديد بيجي بيبقى يعني بيلبس تيشيرت النادي الاهلي اكيد بيبقى اضافه وبيبقى بيشتغل بروح الفانيله الحمراء. ان شاء الله يكون اضافه جديده وبالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله تكون اضافه كويسه للنادي الاهلي، وطبعا يعني المفروض تاخد في الاعتبار انك بتلعب في نادي عريق ونادي كبير، وتلعب بما تأدي الاداء اللي يتناسب مع النادي الاهلي. وطبعا برضو بفكرك انك ما تنساش انه نادي القرن وحيظل على طول نادي القرن ان شاء الله، ومن انديه النخبه في العالم. يعني احب اقول له ان هو جاي نادي كبير، ومش معنى ان هو كان متالق في نادي ان هو ممكن يتالق في النادي الاهلي. اول ما يجي شفنا نجوم كتير جم النادي الاهلي وما تالقوش ومشوا ما عملوش حاجه، على الرغم ان هم كانوا متالقين في الانديه بتاعتهم بره. فيحاول يصبر ويمسك على الفرصة كويس، وحتى لو قاعد على الدكة لازم يصبر ويلعب ويجتهد، لأن الفرصة ما بتجيش بسهولة في النادي الأهلي. لعيب متميز، وإحنا هنا كنادي أهلي ما بنجيبش ينضم إلى صفوفنا غير اللاعبين المتميزين وأيضا الموهوبين. فهو يعني بصراحة أنا برضو متابعه ممكن بقالي فترة في بعض المباريات، وهو برضو لعيب يعني كويس، وكلنا كأعضاء في النادي الأهلي ومحبيه بقوله إن النادي الأهلي ده اسم كبير واسم عريق، ولا يرتدي قميصه أو فانيلته إلا اللاعب المتميز الذي يستحق أن يرتدي فانيلة ورداء هذا الكيان الكبير والعريق. نقوله إن شاء الله بالتوفيق وتكون قد المسؤولية، وشرفت بيتك الكبير وبالتوفيق ان شاء الله. طبعا احنا عايزين نشوفه في مستوى افضل واحسن عشان خاطر النادي الاهلي، طبعا نادي العريق ونادي القرن، وان شاء الله كلهم يقدموا كل خير باذن الله. اقول له يلتزم زي علي معلول مثلا كده، علي معلول جه الاهلي التزم وجاء احسن باك شمال في افريقيا واحسن باك شمال في منتخب تونس. لسه مكملين مع نجمنا اللي موجود ومشرفنا ومنورنا فيها الاستوديو محمود وحيد الوافد الجديد للنادي الاهلي. محمود، شايف تفاعل النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي كان عامل ازاي؟ هم بيدوا لك بعض النصايح. النادي الاهلي جمهوره دايما يعني واعي وذواق وبيفهم في كره القدم، علشان كده دايما بقول لك ان في مسؤوليه كبيره تجاهك خلال الفتره اللي جايه. اه طبعا هي مسؤوليه كبيره جدا، وان شاء الله يعني ابقى عندي حسن ظنهم وبشكرهم طبعا على الكلام الجميل ده. وبالنسبه لحته الغرور دي ان شاء الله يعني مش موجوده فيها خالص ولا موجوده في حد فينا، يعني في العيله عموما. يعني احد الجمهور الكرام قال لك في لعيبه كتير جت النادي الاهلي لكن ما لعبوش ومشوا ما حسيناش بيهم. والله ان شاء الله انا اقدر اشتغل على نفسي الفتره الجايه، وساعه ما الفرصه تجيلي ان شاء الله امسك فيها، وان شاء الله ابقى ادائي قوي جدا، وان شاء الله يعني يعجب الجماهير يعني ان شاء الله. مش عيب انك يكون موجود في نفس مركزك لاعب دولي بحجم علي معلول ان انت تستفيد من خبراته؟ لا مش عيب، ما انا قلت لك في اول يعني من شويه اللي انا استفيد منه اكيد، يعني واكيد عنده خبرات دوليه كتير ولعب كتير، وان شاء الله يعني اقدر استفيد منه. طيب تعالوا نروح شويه لاسئله الجمهور ونشوف بقى تفاعل الجمهور معانا. يعني شوقي بيقول لك شفت ماتش النهارده ازاي الاهلي والداخليه، او ايه او ايه انطباعك بعد ما شفت المباراه؟ والله الواحد حزين طبعا على التعادل ده، بس ان شاء الله يعني الفتره الجايه كلها تبقى مكسب ان شاء الله. لكن الماتش النهارده كان ما فيش توفيق، يعني في كذا كره كده لا ما فيهاش توفيق، كورتين بدوء الداخليه فيهم توفيق كبير جدا، وان شاء الله يعني الفتره الجايه تبقى احسن ان شاء الله. ماجد الاهلاوي بيقول لك لازم تعرف يا كابتن ان جمهور الاهلي
لا يحرم من ارتدى تيشرت الأهلي اللعب بروح الجمهور. بالتوفيق إن شاء الله. إنجي أحمد بتقول لك أولا مرحب بيك في نادي القرن، ثانيا أتمنى تكون عند حسن ظننا، ثالثا أتمنى أن يكون قدوتك بعد ربنا وكابتن عبد الوهاب كابتن أبو تريكة الذي أفنى عمره للكيان وليس للمال. أنا بتكلم على مركزنا، لكن كابتن أبو تريكة طبعا قدوة لأي حد في الأخلاق أولا، في ثم جاب بطولات كبيرة جدا أو بطولات كتيرة جدا للنادي الأهلي، فإن شاء الله يعني الواحد إن شاء الله الفترة الجاية يقدر ياخد بطولات مع النادي الأهلي. الجيل الذهبي للنادي الأهلي اللي أنت تابعته وكلنا تابعناه وشفناه، شايف إن 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 الفترة اللي جاية ممكن الأهلي يكرر نفس الإنجازات اللي كرروها؟ إن شاء الله الواحد نفسه طبعا ياخد بطولة أفريقيا ويلعب كأس عالم إن شاء الله. يعني افريقيا وكاس عالم عندك امل كبير في ربنا سبحانه وتعالى ان انت تكون موجود الفتره اللي جايه مع المنتخب ان شاء الله. هل شايف ان في ممكن ان يعني لاعب مصري ينافس محمود وحيد في مركز الظهير الايسر للمنتخب خلال الفتره اللي جايه؟ عارفين علي معلول تونسي فمش هيبقى موجود، لكن محمود وحيد مصري بنتكلم في يعني نادي الزمالك، نادي المقصة، نادي دجلة، أي أندية مصرية، مين من المنافسين اللي أنت شايفهم ممكن يكون ليهم مستقبل في حتة الناحية الشمال؟ والله هو في طبعا طارق طه الإسماعيلي لاعب كويس جدا، بس إن شاء الله يعني تبقى منافسة شريفة بيني وبين أي حد إن شاء الله، يعني الواحد يركز بس يحط رجله في الملعب ويقدم أداء كويس الاول، وبعد كده ان شاء الله اي فرصه تجيلي الواحد يمسك فيها. يعني عايز اروح معاك عالميا، مين الفريق اللي انت بتحب تتفرج عليه؟ بحب طبعا برشلونه. تحب برشلونه عشان برشلونه بيكسب، ولا تحب برشلونه عشان طرق اللعب، ولا عشان جوردي ألبا، ولا عشان جوارديولا، ولا علشان هم؟ لا هو طبعا ايام ايام جوارديولا طبعا لما حققوا السداسيه، وطبعا طريقه لعب برشلونه الواحد بيحبها، وعشان ميسي طبعا. عايز اسالك سؤال خاص بجوارديولا، هل انت شايف ان جوارديولا مع برشلونه كان ليه بصمه، ولا اللعيبه اللي كانت موجوده هي السبب في ظهور جوارديولا؟ لا هو اكيد ليه بصمه، حتى لما ماسك السيتي دلوقتي فالفرقه بتلعب كره كويسه جدا، وقبل كده كان ماسك بايرن صح؟ اكيد طبعا. لا بس انا عايز اقول لك ان السيتي دلوقتي احنا بنتمنى ان هو يخسر بقى عشان محمد صلاح. خلاص عشان عشان الكابتن محمد صلاح طبعا ان شاء الله يحقق الدوري الانجليزي، ويحقق ان شاء الله الهداف، وان شاء الله احسن لاعب طبعا في افريقيا، وان شاء الله احسن لاعب في الدوري الانجليزي برضه. طيب اسالك على الجمهور، وانت راجل لعبت كره قدم ولعبت يمكن في فترات كان فيها جمهور وفترات ما فيش فيها جمهور، هل انت شايف وجود الجمهور الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي شيء مهم جدا؟ وعايزك توصل رسالة للجمهور الأهلي من خلال تواجدك معايا، تحثهم فيها ان هم يكونوا موجودين جنب الفريق الفترة الجاية كلها، عشان الأهلي محتاج جمهور. هو فعلا الجمهور هو روح الفريق، يعني الجمهور روح الفريق، هو الجمهور طول ما هو في الملعب يعني بيحرك اللعبة من جواها، فان شاء الله يعني نتمنى يعني هو مش نتمنى المساندة بتاعتهم كده كده في دار اللعيبة وفي دار النادي، فان شاء الله يعني اللعيبة تقدر تسعدهم، وان شاء الله يعني البطولات ترجع تاني. هل ممكن لو قلنا ان مصر لو نجحت في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية اللي جاية 2019 ده ممكن يكون باب يتفتح في عودة الجمهور بالشكل الكامل؟ أكيد الواحد نفسه الجمهور يرجع تاني والدنيا تمشي تاني، وكرة من غير جمهور يعني حاجة صعبة جدا، إن شاء الله الجمهور يرجع تاني والتنظيم يبقى على أعلى مستوى، وإن شاء الله يعني ما فيش مشاكل تاني. هل شايف أن عدم وجود جمهور في معظم مباريات الدوري بيأثر بشكل سلبي مع الأندية المصرية لما تلعب في بطولات أفريقيا خارج ملعبها؟ أكيد طبعا، لأن الجمهور في الكورة حاجة تانية بصراحة، يعني الواحد بيحس اللي هو بيلعب كورة فعلا، فإن شاء الله الواحد يتمنى للدنيا ترجع تاني زي الأول، والجمهور يرجع للمدرجات، وإن شاء الله يعني الدنيا تمشي. لو سألتك إيه الماتشات اللي أنت تفتكرها كان فيها جمهور وكان فيها روح عالية جدا، ودي مباراة مش تقدر تنساها سواء للأهلي أو للمنتخب؟ والله الاهلي يعني تابعت ماتش الترجي الاخير، الترجي والاهلي، شفت نهائي بطولة افريقيا، شفت الجمهور؟ طبعا شفته. الجمهور كان ليه عامل ايجابي كبير على النادي الاهلي. فطيب استقبالك بقى يعني ايه اللي انت تتمنى ان هو او الجمهور اللي هيكون موجود في التتش ان شاء الله لما يتم السماح للجمهور انه يكون موجود، ايه اللي انت منتظره من الجمهور تجاه اللعيبه وتجاه
اللي هم على طول يبقوا واقفين في ظهر اللعيبه والمسانده على طول تبقى موجوده والجمهور طبعا بيفرق مع اللعيبه جدا، فان شاء الله يعني نقدر نحقق لهم اللي هم بيحلموا بيه. وجودك في نادي المقصه الفتره اللي لعبت فيها او سواء الفريق بني سويف او امبي، مش هتكلم عن الاسماعيلي عشان الاسماعيلي لعبت فيها فتره يمكن مش كبيره، لكن عايز اسالك على عدم لعبك في انديه جماهيريه ومره واحده رحت النادي الاهلي، هل انت شايف ان دي حاجه ان شاء الله انت هتاخدها بمحمل الحماس والدافع الاكبر للبطوله دوري او افريقيا ان شاء الله؟ اكيد طبعا، انا لعبت مع الاسماعيلي ساعتها كان بجمهور وان شاء الله يعني الجمهور الاهلي يبقى يعني يعني سند لنا على طول وان شاء الله يعني نقدر نفرحهم. طيب هعرض لك مجموعه من الصور عشان يعني عايز اعرف رايك في كل واحد هنشوفه دلوقتي، فهبدا معاك باول صوره ونروح ونشوف مين وترجع تعلق عليه. كابتن محمود الخطيب. لا كابتن محمود الخطيب يعني شخصيه محترمه جدا والواحد بيتمنى له الشفاء طبعا وان شاء الله يعني الواحد نفسه يقابله. حصل مكالمه بينك وبينه؟ لا لسه ما قابلتوش. لا طبعا. لكن نفسك تقابله اكيد؟ اكيد طبعا تقابله. يعني الكابتن خطيب تاريخ كبير وان شاء الله يعني يبقى ليا نصيب اشوفه ان شاء الله. طيب نروح للصوره الثانيه. محمد صلاح. والله اتمنى له كل التوفيق طبعا الفتره الجايه وان شاء الله زي ما قلت لك ان شاء الله يبقى هداف تاني الدوري الانجليزي، تاني ياخد هداف الدوري وان شاء الله يبقى احسن لاعب في الدوري الانجليزي تاني. طيب نروح للصوره الثالثه. كابتن ربيع ياسين. لا ده كابتن ربيع ياسين لو قعدت اتكلم عليه مش هدي له حقه يعني، ف مش بتجاملني يعني؟ لا مش بجاملك والله يعني انت حضرت المواقف طبعا كلها اكيد، ويعني كابتن ربيع وقف جنب كتير ويعني مش انا بس، ده وقف مع جيلي يعني ناس كتير جدا يعني، فاحب اشكره طبعا واوجه له كل الشكر وان شاء الله يعني بشوفه على خير. طيب اخر صوره معانا وحد يعني من الناس اللي اكيد نجوم النادي الاهلي. لا لسه معانا كمان صور. طب كويس. لا كابتن وليد طبعا شخصيه محترمه جدا واتمنى له التوفيق الفتره الجايه وان شاء الله يعني يحقق. شايف كابتن وليد ادى مثل للتاريخ اللي كنت بتكلم فيه وفضل التاريخ عن المال؟ اه طبعا. شايف يعني ان هو يتالق وان هو مرشح لاحسن لاعب في افريقيا، هل ده هو طبعا كابتن وليد يستاهل كل اللي هو فيه ولان هو مجتهد جدا ومخلص جدا في شغله وان شاء الله يعني يحقق بطولات يعني الفتره الجايه. طيب هنروح للصوره اللي معانا اللي بعد كده. علي معلول. ضحكت قوي انت في علي معلول. انت معلق انت مع كابتن علي. لا خالص ده علي من اللعيبه الجيده جدا. هو طبعا اللعيبه المحترمه اللعيبه المخلصه. هو لاعب كويس جدا واضافه لاي فريق يلعب فيه او النادي الاهلي او المنتخب تونس، فان شاء الله يعني ربنا بس يبعد عنه الاصابات وان شاء الله يعني الواحد يحاول يستفيد منه في ماتشات او في تمرين يعني ان شاء الله. طيب عايز اخد منك كلمه لكابتن سونا، واحد من المدربين اللي ليهم فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى عليك بدايه من النادي الاسماعيلي. والله احب اشكره طبعا كابتن سونا يعني من الشخصيات المحترمه جدا وان شاء الله يعني اتمنى له التوفيق في حياته وان شاء الله يعني اشوفه على خير برضه كابتن سونا وان شاء الله احاول اتواصل معاه يعني. طيب عايز بقى منك قبل الختام كلمه تقولها او توجهها لجمهور النادي الاهلي تقول له ايه؟ والله احب اشكرهم طبعا على الكلام الجميل اللي انا سمعته ده وان شاء الله يعني ابقى عند حسن ظنهم والثقه بتاعتهم الكبيره اللي هي فيها دي وان شاء الله يعني ابقى عند حسن ظنهم. محمود شرفتني ونورتني واستمتعت بوجودي معاك وان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق وزي ما قلت لك بندعمك وان شاء الله نفضل وراك وفي ظهرك وفي ورا اللعيبه كلها وان شاء الله يكون ليك نصيب سواء في بطوله الدوري بمباراه يوم الجمعه او اول مباراه في بطوله دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. نشكرك يا عمر ربنا يخليك. كنا مع حضراتكم مع نجم النادي الاهلي الوافد الجديد الكابتن محمود وحيد وتكلمنا معاه في كل ما يخصه في المرحله القادمه. نتمنى له التوفيق ان شاء الله تكون بدايه موفقه لي مع مستر نصرتي بكره في اول التدريبات. نشوفكم دايما على خير في الاهلي الليله. تصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.